في هذه الأمسية غرفة المنتدى الأريتري للحوار من أجل التغيير تستضيف الأستاذ الدكتور فسهية ناير، الكاتب والناشط السياسي وعضو المكتب التنفيذي للحركة الفيدرالية. ضيفنا الكريم موجود بيننا، يا ريت أن نستقبله كالعادة بالورود، ونتمنى أن نقدم أمسية نستفيد منه في عملنا النضالي من أجل التغيير. أرحب بالضيف، شكرا لكم. شكرا لكم. المنهر في سهيان عير من البات أقدمي بشم إريتريان فورم فور تشينج كم سنة كيفتو أبزي مسانا بمركبك بطعمي حبوساتنا. دكتور في سهيان عير كان في قبل علي تبالي زوزلو صحافي أبال ناي بيت صحفت أبال مترقام قرب قواني أخليو أي أم الدكتور. أوكي thank you for you are أوكي منهر في سهيان عير كندل نسلينا بشم إريتريان فوريوم فور تشينج دقيني نتوم مسانا زلو بشم كاكتل على أنان دحر باي تاخان باك جراوند كتبنا دحرو بما أكتي ناي لون مشات مدبنا كن أتو تذالي خان تلاخونك ما يكنا عقاك قطفو يغني اللي ما يكفري. لو تسمعوني أدوني واحد واحد. لو تسمعوني أدوني واحد واحد. أوكي thank you. أولا أشكر الإدارية وقرفة فورم فور تشينج، وأقول لكلكم المستمعين من تحت لغاية فوق، اليوم حتكون الأمسية السياسية بالموضوع الفكرة الفدرالية، ويحتاج للواحد اللي يقدر يترجم. أنا أتكلم لغات بلغات يترجم بالعربي عشان نتابع الأمسية، وأشكر كل يوم المستمعين الموجودين سيدتي وسادتي شكرا. الواحد اللي يتابع ويترجم عشان تدوني إشارة عشان أبدأ الأمسية. زي ما الأخ أدمين سلمان قال، مثلا كلكم تعرفوا أن تكونوا بكتوبة باللغة الإنجليزية، ولكن لو عايزين باك جراوند حقيقي حتاخد وقت. طبعا في السهناير اسمي سهاسيون او في السهناير، مولود في عشرة فيليج ميار حجاز، يمكن تعرفوها كلكم. درست بداية هناك في البارش سكول، بعدين من بارش سكول مشيت للسيمينار سكول إن كرم، بعدين منه مشيت درست سكندر سكول كامبوني كوليج أسمرة، بعدين رجعت في كرم أسيداوي سكندر سكول اسمه، خلصت 12th grade in أسيداوي سكندر سكول 1969. بعدين رحلت لأسمرة TTI اسمه أو Teachers Teaching Institute، بعدين بقيت مدرسة درا تيتشر
أول مرة في بارنتو غاش ستيت سنتين، بعدين أعرضت في إدارة إديوكيشن في أعرضت سنتين، منه كنت في الدراسة اللي كنت فيها كنت أكتب من في سكندر سكول بلوتين إنجليش في سكندر سكول، بعدين من في دراستي كنت أشتغل مع في بارنتو زي فايس كده، في عودة اشتغلت في إليمنتر سكول، منه في تحركات النضال في نضال كنت أنا أيام كنت من بداية من جبهة 1963-64 وقبله في يعني الجبهة كانت يعني في ريف أيام ذاك، يمكن علي بستة يمكن المنادين القدماء ديل كان عندهم علاقة، أنا أجيب لهم information من أسمرة والناس اللي رقم خمسة اللي جو من نادس، المكان المولودة فيها كان يعني مكان نضالية، وبعدين استمرت معه بعد الدراسة كمان النشاط يعني internal movement في أيام 1963 أيام تل عبيد، كنا نشتغل مع ناس تسفاي تكله هايلي سلاسي عند لور ما كنا، ونوزع جرايد كده بعد طويل هو 40 سنة 50 سنة ما حيطول لكم، لكن دحين هتكلم باللغة التجرينية عشان لو سمحتون يعني اللغة العربية أسمعها، لكن ما أقدر أشرح السياسة يعني، عشان كده إن شاء الله تابعوني باللغة التجرينية بعدين هنترجمها، يمكن هنجرب ترجمة إمبار أنا في الساعات إنزمي كاري بحال كم تيزبالكوهم نوحي تناتي يخصي تيناي تمرتي باكراوند دحريو دحرينا يا غردت أمنا يشحن شعتميت سبعان أربعتي تمن قصقاسنا يما مهران تمهرو من قصقاسات كهون كله أبتي من قصقاسات ناي كتمانا يا غردت كسابتنا يا بلاك فرايدي كساب أبو تي عملياتنا وشتيك مستيوم بصوتي أبو نبرو تحبابي لي تي عمليات نقبلنينا بزحات تيوم غستايد وصو قلا قلا عني مريح لو تاكوان وطقاد الحر إفتاني روم مالتي تحريو إنه بيشحن شعت من سوار حمشتي بشعت بصوتي مبهرا نميدا وسينا كابو أمناي محبر صلاح تنياتات مسبع الإبراهيم قدم دحريو أمناي تقاد لحن الإطراء أب كفلتات أب زقورة اللقزية أب هومي بناي كفلت مرتي مس جابر سعاد مس كالوت سريحي مالتي وابتناي عربي نيان تقري نيان دحريو نسدت شحن شعت من سبعة شدشته تسديدي أب هقالات عرب مالتيو أب سعودية وين تمن قصقاسات هيك اصيل ايو مقام محبر صلاح تنياتات كابتيوم زغمو حادي انا نيرا مالاتيو بس بصوت هيك او حادي شدش تعامت كم مريح النت بس بصوت هيك نتي ناي محبر صلاح تنياتات بتكال درجة خمس سرحن كساب بيت مرتناي إليمنتر سكول كساب مقام كم حادي نطف ناي محبر صلاح تنياتات كفيني تقاديله دحريو دحش تشتعمت كاب هجرات عرب سعودية مالتيو ناب إيروبا مسيئة حدار غيري مالتيو بس بس إيثي حدار غيري أب سويدن هرفان ناي تمرتي سنة دينا فرني نمجا مراقز يوم اسمس أكو أب تمرتي آتي أب تمرتي آتي تي حيزي دينا بركو بيو كنسبندنس إيكرامكس كاس إلي أب ستوكونس يونيفرسيتي حدينا باتشلر ماستر تمرتي ودي دحريو تي من قصق اصنا تي بخصتايا بتي دسرا ورئيس لزنا برا قصي لي مالتي وابتقاد الحرن الارترا
أب ستوكولم كابت يوم ناي تقدر حالي تصورة بيتو أبال نطوف نيري أو كسكاسات ديح ناس النت مسيو ون نطوف نيرا مالتيو أبتي ديح ناس النت مسكونا ون أبتي رفرندم كمتوم كالوت أو رفرندم تساتيفه أب كاليتي مقام ناي حجر أبز بهالون مسجلة نايتي شعو من البلس عزي غير خوم بزبلون مسأتهم واسعنا يرى مالتهم نوحي يوتي ناتي ثاريا أبز تقولم أب كتما سويدان كلهون تي مصحف أي قدفكون تي كو هبس أنحي ناي مع كان مرة خبي بزحن كموون أبشحن شعات ميتن ثمان تسعان شو منتين تسعان شعات خا مثلا بين حد ناي ان جي او وي محبر برغيسا ومحبر اقوينا مالتيو از محبر زي محبر سلام ديموكراسيان نيرتراويان تي اوشت ام زلو فيليات ناي ثقافة كما يغركا تواحد بزبلون ناي بروجكت حلافه خوينه اب عامت كونفرنس سيمينارز عدمات اغاش مهورات كما كلاي مسراغن ايباروب انتمارو ناي موهات سرحات اب مخياد انا تفنيري دحريو اتي اب وشت اتسرعاز ترخبي ناي سقنا مستوم مجمرا ناي سقنا خستايزال عالو لمجمرا قيزي اب سويدن تمحبارتي ناي زي برقيساو محبارازي تلعلي مسؤو كميقر كاب سويدن تواهد نوح من قصاصات دحريو ناي مسممع ناي مسممع كمزي ناي صندق علامة ناي كلتنا يرترا بحنسا حسكا بحنسا موسى اب ناي حبار سممعات بحنسا سرحون تناي فلليات كا وسنات حسكا ون تغاليسة بفلاي مسفن حاقس اب نمطلون اب تو ارغانيزيشن ناي تاخيبو كابتوم ودبتي نيري نوح يتناتي من قصاص حجو من قصاص الله حجي عبدو حقت فوكم يا مالتي ابرغي سوا محبرا كم او تي برغي سوا محبرات عاديتي قدام دحري للسل علينا حزب خلينا غير كاتب كم نو بوليتيكا ودبات انت مش عند شعات تميت انت ساعه عند شعات يا ميزي جمره ناي وهاد ناي بوليتيكا وي ودبات اب سودان زي جمره نو او بصبو تربينا اب سودان نو انت قبالنات كم زركب جينا مالتي محزنات مالتي نمحزنات تقبلنا مس محزنات نتبابع نيرنا أقولتي كل تشحن كل تمس ما فيه طبعا قدمنا نزمة نعتي زينة كاي زينة لنا سامعني معلش عشان المقدمة ما تطول علينا بعد ذلك في الترجمة يمكن هيكون علينا صعب شوية تطول يعني بالنسبة للترجمة المقدمة طيب انا ما ادري وين الراجل طلع لكن مواصلة للحوار ممكن الاستاذ فسي بداية يحدثنا عن ما هي الفيدرالية يعني قبل ان طيب استاذ فسي عايزين تفسير للفيدرالية ما هي الفيدرالية يعني الناس عشان تبدأ تفهم الفكرة احنا سؤال بديهي ما هي الفيدرالية يعني تعريف للفيدرالية اتمنى ان المايك تاخذ المايك ايوه سامع سلامتاي تي باك جراوند فتحتكم لي امبار انا اقدم الفيدرالية اخذت حسيبه صنحه ظهور اخوين حجي بغطها تي سمعون انت دعا اللهم الكتاب ونبره give me a sign hello ya okay mbar haji abti kandi zamtsana rst naizulum mishet ka abti malatiu metan kitikatataloni bi qadam takhatal ti contents kut mezgubu yohom hade limaza federalism why federalism in eritrea is ability rst زورة غتزي أبز حلفي أب كونفرنسنا عفر أب بسالة زورة بيو بو مسرد كأي لو مشيت كأربو ساخاتكم
سلازي حادي مجمّرّا نوت كتب روز لكم تقندي حادي تقندي تايوتي سنتر ويكا ما كان نايزي واي فدراليزم زبل تي لوتست ويكا دحيرو زماسي جريكت انترستيت بحال جريكتن انترستيت بحال جريكتن مونغو خلطة هاقرات زلو جريكتن اوشت هاقر زلو جريكتن بقو مسرت اتناي ايرترا اول انترستيت ويكا اوشت او جريكت اب ايرترا كاب تلباسكيس جميلنا كساب مركاكيس ناتا اوسكو كخيد يا مالتيو مناتو ترافاسكيس مركاكيس كاهلهم تفضلوا لهم مالتيو بجوم زعبا ايرتراز حفو مالتيو ابنتي قداماي ما كل حتونا يزي فدر واي فدر اليا زبل انترنال انترنال كونفليكت دما توشت او غريكت اتقندي لإيرترا لإيرترا كم حقر تخون كاب تاريخا جميركا كساب حجي زيت فتحه بقيقوي اون زيت زربه بقيقوي اقباب اون زتوسده نقو حدا من قدي ودا حدا رئيس لازم صانعيو واي فدراليزم اب ايرترا زبل مبار علامو لمجمرا قيزي انتايو توشت او قريكتنا ايرترا لمفتحيو مبار نابزي مجمرا مس فدراليا فكرة فدراليا ويريت فدراليا كفارتكم هذا defining or identifying كمي غيركا وشت او غريكت ناي ايرترا بوليتيكا او غريكت ناي ايرترا تغلصون اندغنا تلليون افتاتها وشت او غريكتات اب ايرترا accommodation ويكا كمي غيركا نزي a diversity ناي identity بحنسا تم حادرو زبليو هذا اتي وشتاو غريكتنا انترا مسرتو اتي دايفرسيتي ناي ايرترا ايو نسوها اب ايدنتيتيز تمركسي ايدنتيتي ناتو ملكت ناي حد حزب انتاي تاب ايرترا دولة دايفرسيتي احزابي اذا احزاب ويكا اثنيكاوي بزحاونتيو اذا اثنيكاوي بزحاونت اذي مليلي ناتو انتايو elements elements مللي ناتو هيمانوت قانقوا سايكولوجيا كاوا تحساسبا مريتاوي اقمامتو هابيتات مالتيو انت داعتنا ايرترايينا اقمامتو بزي مللي دايفرسيتي استفلا ليه مالتيو لابنت بزي حجز اللو ازراربا لولاند هايلاند ايست ويست لولاند عفار زلزي دايفرسيتي موهانو زي بتاريخ كلنا نأمن الليو قلنا كمي غير كان زي دايفرسيتي تطرنفو كمي غير كان تم حادرو لأخر ريينا مالتيو زي ايرترا ونت ويكا اهجرا ايراتا ونت كابز جمر اتي اترانفا ولا ابتك زي ناي كدن فدريشن زينا بارا بارتتات مسلم ليك كمو يونيونيسي تن عبيتي ناشتونا الله حالوت مالتيو حجي اتزمبالي حادي زمبالي ابنتا يخستاي ان ايرترا بهلانا تعزبل بهلنا ايرتران قطبان مس اتيوبيا مسقعي وزيادة هيا وزخون زبلن اي كونن بهلنا ايرتران قطبان امنا سنت ملونا سنتن املو حرنتن تمركز كون على وزبليو جن ابتي اتعاوتا تي اسمات ولكن اي اسلام وحيمانات شم يهلو تي حرنتات بزي انجليزي هون ولا قدمي ازترخ به متان كي تفق مس اثيوبيا مخان نزي حرنتات زخينة تفق ايرترا ناسان لولا تكون على وزبل زنبرها تي رابطة الاسلامية سلازي اذا كونفليكت امون غهلت اذا حالتا زلو كونفليكت ولا ابرتاوك ارسي
اي تفتحين تبرتاو اسي كال كم ماركسيزم لنسين الزبليو ام سيو مالتيو تو عند مغنيات قلت مفراس ناي تي اوتونومي وي كذا فدرال غافرنمنت زنبرا وي تي غافرنمنت ستيت انا منغستي ارترا زبلني اتفدرالاو نا ايتيوبيا مزتاو يهونو تناي وصاي نسو تو كونستيتيوشن كفرس كلو تو كونستيتيوشن ولا كو بملؤو خصاي ايهون قرب مسالات نا ايرترا نا هيز ايرترا زحل وي نير 1952 لاكو ايرترا وين اين دفو جن بتم زنبرا فارسسا تقبل نزرا خبي نيرو جن زي ولا ادميو كاف شحن حمستان كلت كسات سان كلت اينيرو اتخلت زيت زيت قرار به من سحاب زنبرا لإثيوبيا زبلن تحدين ملونا سنة حارس زبلن مسحاب مسكونة السالفة سهيل السلام عليكم سامي ثانيين هلا كل ما تصير حاجيك ايوه ترانسليت اوكي نو بروبلم قلت يا استاذ اذا جيت عشان ترجم اذا ما جيت كمان الاستاذ معنا استاذنا ابراهيم حامد يدخل على المايك للترجمه تفضل استاذ طيب مساء الخير حياك اذا مسموح حد يديني واحد واحد اوكي اولا قبل ما نبدا الترجمه انا احيي الاستاذ ساناير لتناوله موضوع مهم جدا وحنتبادل فيه الرؤى اليوم في امسيتنا فيما يتعلق بالترجمه الجزء اللي يتعلق بالخلفيه خلفية الأستاذ ساناير يمكن يتكلم عنها بالعربي وبالتجرينيا لكن آخر حاجة المهم تحدث عنها بعد نشاطه في إريتريا في السويد جاء ودرس الجامعة في السويد وأخذ الماستر وتزوج هناك واشتغل أيضا في المجتمع منظمات المجتمع المدني ولفترة كان برضو مدير مشروعات منظمة المنظمات في السويد الآن في موضوعنا اللي هو بشكل مباشر في الترجمة هو حقيقة يعني بيتكلم في نقطتين بشكل مطول النقطة الأولى لماذا الفيدرالية في إريتريا هذه عنوان لورقة قدمت في لقاء في أوبسالا يعني وركشوب بيقول أنه الورقة دي أساسا بتتناول الموضوع دي لأنه حياة في من أيام باسكس وماركاكس تناولوا هذا الموضوع وكتبوا عن مشكلات عدم الثقة داخل المجتمع الإريتري مشكلات الانتراست اللي هو عدم الثقة بين مكونات المجتمع الإريتري منذ بدايات القرن العشرين أو منذ القدم لما طرحت مسألة الدولة الإريترية ظهرت دي وبتتناول أيضا قضية تانية في يعني أنه كيف تستعرض هذه المشكلات وتوجد لها حل بين قوسين في موضوعين متشابكين ومتداخلين اللي هو فكرة الوحدة والتعدد اليونيتي والدايفرسيتي بعد كده يقول أساس مشكلة الإريتريا هو التعدد اللي انعكس بشكل يعني سلبي أو بشكل غير منسجم مع موضوعة الهوية والوحدة في بعده في بعده الديني وفي بعده اللغوي وفي بعده بتاعت الرؤية والتفكير والمزاج وأيضا في وضعية الأرض يعني التعدد ده يقول لك يظهر في كلامنا بشكل حديث يقول لك مرتفعات ومنخفضات وعفر وتجرينيا هذه كلها أشكال من أشكال التعدد في داخل هذا المجتمع يعني كيفية تنظيمه وإدارته منذ أن فكرنا في موضوع المشروع الوطني يعني دي كلها خلفية والأسباب اللي أدت في تناولنا لموضوع لماذا الفيدرالية ويقول هو طبعا منذ الأربعينات يعني فكرة الرابطة الإسلامية اللي ارتبطت بموضوعة الاستقلال والفكرة بتاعت الآخرين اللي ارتبطت حزب أندنت بموضوع الوحدة مع إثيوبيا دي كلها عندها علاقة بقضية الهوية منذ أيام الاحتلال الإنجليزي وحتى الثقة الفيدرالية اللي تم في 51 وخرج الدستور بتاعت إريتريا يقول اللي كان فيه شيء من سمات الوحدة بين الإريتريين اللي صدر الدستور الفيدرالي في 1952 ويقول انه يعني
لكنه أيضا ستيل حتى في مرحلة الثورة لم تعالج هذه المسألة بشكل صحيح. يعني قضية الوحدة مع إثيوبيا وقضية الاستقلال وقضية التعدد وكيف سياقته بشكل صحيح في إطار وحدة حقيقية صحيحة، لم يتم معالجة هذا الأمر حتى في عهد الثورة الإريترية. ده يمكن اللي أنا فهمته من المضمون، وإذا كان في أي حد من الشباب من الممكن أن يتبرع إذا نسيت حاجة. والمايك فري. طيب ما أدري الأستاذ فسيد عنده إضافة على على ما هي لماذا الفيدرالية؟ طبعا احنا كنا ايوه بس انا في ملاحظة او إضافة بسيطة، يعني قبل ما نقول لماذا الفيدرالية، ما هي الفيدرالية؟ في ناس كثيرة ما عندها فهم ذاته اصلا للفيدرالية. حاجة فياريت النقطة دي اذا عرجت عليها او بعد ذاك واصلت ما يكفي. اوكي انا عشان امشي ب كونتنت سوال ليه عشان يعني عشان يجاوب ليه اجي باناليسيس كده، ولكن حاجي لك الترجمه بايش هو. اوكي ما امبارتي كم زي بصايك حتى صنحي انتي فدرالي زبر اقيمتي لو خمصي جنك حجي اقدم بوخ جمر كم زي دلايكم فدرالي مالت مجمريا كوفنانتي وعليو حتي امصاصو هيمانو تاو قاليو فويدوس بلاتين كوفنانت ناتكا وعلى خامس زهركا وعلي غا تكبر زمدنا خامس ربي يعني حجي كاب هيمانو تاوي ترقوم فويدوس فدراليس دبل كاب ازمتسيو حجي خابو مسمتسي اندقنا انا معبلي كوفنانت امونغو احزاب ويقو علي بحانسا اناي منبار زمدنا حجي بب قرب ام ناي محدرا ناي منقصات كمتسي مالتي ويكا هاقرات نسخة انتاي تيوم ابحان تهاجر زنبرو كمي قيروم بوعلي بسلام ينبرو كمي قيروم نتقري جتاتهم بحانسا بسلام كنبرو له بزخولو اقباب يسرعوه الرينجي قبرو مالتيو سلزي فدراليا ترقمناتو لكع ابتي تشعتمتن تسعين ناشن بيلدين اب ايروبا زجمرا معربان هاقرات هذا شحنق لما لنقير له ابزخن دي نحادي ستيت كتاقوم تينا ايروبا بوقي بدم مفساس بميليتاري رئيس مال بمئكب حجيه نايزا عسرت عامت ناشن ستيت ناي نابند ناي حان تهاجر حد هزبي ترح نيرو ويكا حد ايدنتي تسلز نبري نتخال ناجف تفكا بخوما عينتي تي ستيت نا ايروبا ويما مالاتي سلزي دحريو تناي كولونياليزم ناب ايروب اي افريكا مستزرق حيوان نزي دايفيرسيتي زي اب قمز توي نبرين تي دايفيرسيتي في اللي اتنا ابنا تي سكرامبل اوف افريكا زبلوون ناب افريكا مسمسي بتن السوق خستاي زخونة طغمتات بزي حلو حدي بهير اب حدا سقر كله بتا حدي كم تدلايو بوردر يقبر مالتي تحن ساسات ناي حان تهاجر ناي كولونياليون تبع داوم سيوه مالتي ترقم ناي فدرالية امبار كم تي كا كوهاب سانحي كم نير تراوين بنيجاتيف زريوي ويكونين نايم في الله يكونين كام توغذر بحنسب كم يقر كاب بسلام تنبر زبل سرعات يو مالتيو سلزي اتي فدرالاو سرعات مجمري اب غريخ سيتي ستيتس بهاليو قد ملدة كريستوس اتين ستيتس سيتي ستيتس ويكا ناي كتما هاقرات زبهالا كلتا وعلتات نيروان بحنسا اخنا برا ويكا نسألا ينك كلاخلا سيماشيا عند سيما بوليسيشا حجي سيماشيا يعني بوتا دراو عيني كاب كالوتي كلا خلو مالتيو سيما بوليسيشا غا ببوليتيكا خصائم حدار كاب بحانسا مالتيو سلزي بخمزة عينت اتفدراليا وزبهال نيجاتيف كوسيد ما اسكم زي مرخ مصيه حجي بخمزة عينت ناي حد مند دا امبر ناي مفل الله كم زي كوني كغلس إليه سلزي فدراليا مالت ابتناي بوليتيكا كومسيبت خمسو خلو محدرة نا كلتا نقر زلوي حدي ناتكا ناي قزا رسها بعل خاتم محادر ناي هاجر بحنسا اكا شركة مالت بارتنا ويكا شيرر شارد ناتكا ها اون رول اند شارد رول مالتيو حنت غالي يبلون
اتي ناتكا خستاي تم حاضرو مريت كا يخون كالي لو كالي ناتكا وسانيتات ناتكا محضرا هاتا تغيلا بعل هاتا محضرا مالج اتي بحانسا تم محاضرة ارستاتو هنالو كاوي هلو للترجمة قلت ترجمة للترجمة عشان كذا يا ريت ما نمشي بعيد يعني كله اوكي كله اوكي عشان الترجمة اوكي خلاص ترجمة لهم بالساين اوكي يعني هو بيقول اساسا ال 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 التعريف الاول يقول لك لموضوع الفيدرالية هو انه كيف يمكن للذين يعيشون في بلد واحد ان يتعايشوا من خلال قانون او من خلال عقد اجتماعي كيفية إدارة المجتمع لذاته في إطار توافق يعني يكتبوه بشكل عهد أو ميثاق أو قانون ده التعريف الأول للكلمة ويقول هو أساسا الفكرة بتاعت الدولة الحديثة أو الدولة في الغرب جات وتولدت بدماء ولم تضع في الاعتبار موضوع التعدد يعني طرف واحد ساق شكل الدولة في الغرب والدولة الحديثة في الغرب جاءت يعني موحدة بهذه النتيجة وعكست هذا السلوك لما احتلت بلدان خارج أوروبا وخاصة في البلدان الأفريقية أخذت نفس الفكرة اللي عندها في سياقة الفكرة المركزية لجماعة واحدة على الآخرين هي دي الفكرة اللي نقل الاستعمار لبلدان أفريقيا لم يدع في الاعتبار التعدد اللي كان موجود في تلك البلدان ولذلك النموذج اللي اتعمل في الغرب هو تم نقله بشكل ميكانيكي يقول بيقول أيضا أنه فكرة الفيدرالية هي فكرة قديمة منذ الدولة اليونانية وكان شكل الاتحاد بين جماعتين أو إدارتين واحدة تقوم بمهمة الدفاع الخارجي والثانية تقوم بممارسة السياسة أيضا بيقول الفيدرالية هي باختصار شديد عبارة عن إدارة ذاتية مستقلة والشراكة في إدارة المركز الإدارة الذاتية للإقليم أو للجماعة المعينة والشير بتاعتها في إطار الحكم المركزي مع بقية الجماعات الأخرى ما يفرق أوكي تراي مثلا سبع انت دار لهم بين أي زارب كي الله دمسها ملكتها ونبالو لو تسمعون أدون إشارة شكرا الترجمة كويس يا إبراهيم شكرا امبارح تترجمنا في فدراليا كم تعقد يا مزبل كوي حجي كم يجري انسى حساب ناي بوليتيكا وهينو انسى حساب بوليتيكا وكون كله ابتك زي تيوم في مالت ابو ده ما 18 17 سنشري مبل عصر شو منتي اب سويسرلاند اب اوروبا مالتيو كمون اب اوروبا اب بنلوكس كمون عد انجليز دحارن دقنا كمتي من البات بزحتهم ام بمتغون دي تاكويل ويكا فرنساوي اب امريكا كيدو بزعبا اقواقما منقستات اب امريكا دي صنعيد دي تاكويل بزعبا ديموكراسي ان امريكا كمون مونتسكيوز بهالكو تقصم عيد اليوم بزحان ازيوم كلهم ازيوم ناي كونستيشناليستس ويكا فلاتات ناي كونستيشن اتي كل محدرة زغتلا بحيلي وتهدراوا حيلي بدم مفساس كابيتال بمئكاب اندق ناشن استيثنا تبهلا نا عمسا زمسا نقات نقو زغتلن اتفادر له السرعات زغتلن انا نصرو اتي دايفيرسيتي اتي مؤكل دخونا محدرة كأكبو خمزي خيل بمصنع تاتوم زترقا قصي اتي دايفيرسيتي اكوميديت كخون زلوون بزي مؤكل كمزي كوني زمسكروو كمزخونو بزي ما سرد دماء عسران حمشتي هاقرات عبزيك زيزي مالاتيو حدي سمانيا خاميتي بوبليشن ناي عالم بزي محدر رأزي عب سلامن بلتقنان كمزي نابرو يمسكرو مالاتيو سلزي ازي اهقوراوي ويكا اب عالم تقبال نزلو فدراليا منال بات ابتي قزي ماركسيزم لنيزم
كالي ترقوم كم زحزي قصلي إبراهيم أحمد أو وي حامد ترجم لنا يعني عشان ما يتأول. مايك فري. بيقول الأستاذ سهناير أنه هذه القضية ظهرت من القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر وكتبوا عنها كثير من المفكرين في كثير من البلدان زي سويسرا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة بخصوص قضية الديمقراطية من أمثال المفكر مونتسكيو والعديد من رجالات القانون والدستور باسم الدولة المركزية الموحدة. يعني ظهر في كتاباتهم أن هنالك أكثر من 80% من الممكن أن يعيشوا بسلام على أساس الثقة الفيدرالية، وبالتالي دي محاولة كانت للهيمنة وللسيطرة ونقل تجربة ما عندها علاقة بواقع الشعوب والمجتمعات اللي احتلتها الدول الاستعمارية باسم المدنية. والمايك فري. شكرا. مبارك غسلة عجيتي ناي عسران حمشتا هقرات عبيتي نيشتو زيكوني نفدراو سرعات اب التهنا نسا هاجر زتا اتبو اتي وشتاوي دايفيرسيتي كمي غيرو يكب كمي غيرو خي بحنسا بسلام كنوبريو اتعلاما امبر قطباوي عقمتات يبلنان زيا هاجر زيا نشتا زيا هاجر زيا عبايا فدراليا خط اثر دراو سرعات محدرا خط تتخيل زبلون اتي تيوري ناتوم يلن ببراكتيكالي اون بهم عينت زي خستاي زخونا يلن مالتي سلذي اتي سرعات ناي شارد رول وي سيلف رول زبل بحنس تواهدو كم زخيد ازي سران حم بيستهجر زبلكو اندقنا 107 ناي ولكو اشماد ببع عينتنا هبو فدرال مغنياتو فدراليزم زبل فلسفنا يوتي قاند جن كابو كونفدريشن فدريشن اندقنا اوتونامي ببع عينتو جن ات برينسيبل ات مقوم ياتات ات سوابت ناي ناي فدراليا خاوز وزي هلو جن انا عززي انا عزز مسكونة دبب عينتو اشمات كوها مصنحيو دي حنا بنت دحري كان ما اغزي ماركسيزم لينينيزم نا بنت اب سوفييت زنبري نشماو زخونه اي نيرو مانيات تي ناي ايديولوجي نمع نبخستاين مغبار انصار ناي سوفييت زنبري محدراون حقنيا فدراليزم اي نبرن ملكاوي نيرو نا حدا بارتي اتخال بهم عينت حجي ازي اب تي 1990 ويكا 87 غازي ترويكا زبهال ناي بعال مايك غرباتشوف زغبروا تفدراليزم حقنيا خمزنا غبره فريسو مالتيو دحارغن سيز زبهال ويكا كومن ويلز اندبندنس سيز بهال زي حجي سرح زلو مالتيو تم كلها تناتنا تناتنا لون غن كومن ويلز اوف اندبندنس سيز او ايمان مالتيو زون اب تحتي فدرالاوي اتريبيوشنز ويكا صقاتا تمسرتي مالتيو اب كالئون كلنا عالم ارنجمنت اب زي 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 ولا بتوم مالتي ناشونال فيرمس اون زغون اسرارها كبت متكلات ناي فدراليزم زمصي سلازي فدراليزم مالت انتي ناتو تناتو زياده زبهكا هذه بوعلي تتاثر مالتيو بريليشن بزمدنا انت دا بوعلي ان حزيت اساسيركا لك كمتي جزيه مسلم ليج ويونيرس نبره بوعلي كدان سلا زي تاسري زي وير نوت باوند باي كوفرنت سلا زي 1950 52 افي سومو بحد عشان اخفري سما لاتيو سلا زي تي بحنسا كوسيك غبركا زغل اتناي فدريشن هاي اتناي كونو زبل فدريشن بار طقمتاتو بوعلي كم تتاساسر يغبركا كل التعدلات يبكا نات كان ناي حبارم بحنسا شركة تخون ومبركم حدي مقبنا حدا اي كونن يو بارتنر يزخون اب وسانيتات موسان ناي سلطان
وساني تات موسان اب هاجرا وهابتي اتو وساني ناب هزبي زقرب يخو مالتي سلازي فدل ابراهيم عشان الترجمة تطول بالعربي. طيب افضل الصوت بيقول الاستاذ سهناير انه هناك في 25 دولة كبيرة ادخلوا النظام الفيدرالي من اجل صيانة فكرة التعايش بين المجتمع، والامر لم يتعلق يقول دائما ببعد المساحة او الكفاءة، يعني وده اللي ظهر في العديد من كتاباتهم. فكرة الفيدرالية اساسا جاءت لخلق نوع من الانسجام والتعايش بين الجماعات المتعددة بمختلف يعني جوانب التعدد من ديني واثني وثقافي ولغوي، كيف هذا الكم البشري مع بعض يتعايش على اساس من قاعدة القانون. دي الفكرة يقول لك يعني ايضا مرة ثانية بيقول نبعت من 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 يعني خلفيتها هي صيانة التعايش في اطار مجتمع واحد قائمة على اساس القانون. الفكرة بتاعت الفيدرالية نفسها اخذت تسميات كثيرة لكن مضمونة واحد يقول لك، ويقول في التجربة السوفيتية طبعا اتناولوها ولكن كانت شكلية وكانت غير حقيقية، يعني التسميات لكن المضمون الفيدرالي الحقيقي ما كان موجود، وده يقول ظهر بشكل واضح في الجلاسنوست واحد غورباتشوف، لذلك انهارت والآن اتعملت يعني اتحاد بتاع الدول قائم على أساس حقيقي وعلى أساس المصالح، يعني بعد ما انتهى أحد الدولة السوفيتية والمفهوم الاشتراكي لموضوع الفيدرالية اللي هو يقول ما كان حقيقي وما كان أصيل، يقول يعني كل أشكال الإدارة يقول جذرها هو طريقة الإدارة الفيدرالية، لأن الفيدرالية قائمة على أساس ميثاق، على أساس يعني يكتب بين الناس واضح المعالم، لذلك يقول هو الموضوع بتاعت الإدارة الفيدرالية بتاعتنا 52 سقط لأنه ما كان موثق بشكل واضح. وأيضا يقول لك الفيدرالية دائما بتفرق بين حاجتين أساسيتين، بين حق الجماعات وحق كل الجماعات في الإطار الواحد بشكل قانوني وبشكل مؤسس وواضح. والمايك فري. شكرا. لو تسمعون الحين أدون إشارة عشان ما أتكلم لحالي. مبارح شكرا إبراهيم. مبارح جي أب تسال ساي نطبي كأطيه مالتي من البات أبتي قزر باخو ساي كيكون إزي أنا زبلا ذو اللغة فدراليزم بفوس أم استفدريشن أمانقو إثيوبيان إرتران زنابري أيكونن سلزي أنا أبتي منك فدراليزم الزارة ذو اللغة مالتي دحاري تي فدريشن قلت بهان دحاري زمس حجي مبار واي فدراليزم إرتران مبار سلمنتاي فدراليزم سلمنتاي وشتاوي قريجتات وشتاوي فلياتنا كساف حجي كان محاضر النخيل له من قدي سلا زيت رغبي حادي manage internal conflicts inside heterogeneous population مرض التفرع على هزبتات بزي قدس ناتوم بزحن نايتا هاجر صفحات كلاي relieves ethnic and religious tensions اتم تفنانات امونغو قبائل وي كوميونيتي نبلون وي كاقوم بالعربي وي كهيمنوتاوي متفنانات نو يقلل ثالثاي مور سكيور اند يونايت اجينست فورين اوكوبيشن انت دا از بيزي بتقول ناتو كم بارتنر اند حتساتيفو نزان اشتا هاجر ايرترا بزخونه بدقز مص حيلي ككلاخل زترغاغص يخو improve markets عداقاتات يمحيش عداقاتات قبل كله عداقاتات نايع حوت عداق سيرفيس مالتي كله free market avoid اندقنا dominance اذا حجي نجيز اللونا مالتي ويكا ملكنا تن يوجد تساتفو نايه زبي كاب تحتي نابل علي بزرق بالسفحة قبابن بزلع على درجان يساتف مايك لإبراهيم. طيب
طيب بيقول في يناير، بيقول أنا أول مرة تحدثت عن الفيدرالية بشكل عام، الآن هتحدث عن موضوع الفيدرالية ولماذا الفيدرالية في إريتريا. بيقول بغض النظر عن الموضوع بتاعت المساحة والقدرات وكبر أو صغر عدد الجماعات سواء كانت دينية أو قبلية أو جغرافية، بغض النظر عن ده، إذا المجتمع قام على أساس الشراكة، على أساس الشراكة بكل أبعاده، ده بيساعد على قوة هذا المجتمع من أي تدخل خارجي، باعتبار كل الأطراف مشاركتها هتكون واضحة وقوية، وأيضا هيقوي داخله سواء كان في حركته الاقتصادية أو كان في كل أشكال نشاطه الداخلي. فالفيدرالية على أساس الشراكة هي قوة من أي خطر خارجي، وهي قوة في الترابط الداخلي والمايكرو. شكرا. بارت راي مسلني دقنا ملكت هابونا قنت سمعونا تساقى برهانة فيهم. اوكي بار فدرالية تقري كتاب وشتاو قري كتاب بخمزة عين الزمع حادر ايو إلنا مالاتيو حجي فدرالية ارتراحان تعاومية باللان يترفدو بزلا على بهاجر درجة أبدي شو من تاو راجعتان تدا ما قيل كا عقمتات يلن كتم حاضر ويكا فيس كا زي جنز بلا يلن إيكونومي زي بالح نزي مجمريا نحنا فدرالية خلول كلونا إيرترا دخيت مهانا نفلد بسبعة وعقمتاتا بخلو سلازي فدرالية خمس وخلونا أبتي أغضي ما زبال كو سيتي ستيتس سويدرلاند ولا خالوت بلجيوم أبتي زي 18-17 سنشري زينا بروم حبتي من البات بتاعنا زنباب كو مالت يو اب سويزرلاند بغليغة لما ليز نبرا ولا زناي ساعات وناي بصحوني رو مشعو سلازي تي قطباو نقر بخمي عرى فدرالي او سرعة قطباو ويكا فيسكال فدراليزم زبهال فيسكال فدراليزم زبهال تي ناتو الردادا اينا يو تي مسارحتات ناي فدراليزم نزي عينت فيسكال فدراليزم كم حادر زخيل إريترا بزل وعقمي حجون ولا ما أكلاوي ما ويأهدوا سرعة هاليواون نتقو الطباوي شنخ بمعر أن التكافل مالتا يكون يلن بار أفضل له سرعة إتي مقرح ناي بقعتات جنزباوي ويكا فيسكالاوي ناي أتاون وصائن أبتي درجاتات ناي منقستي أهدوتات نبلو فدرال غافرنمنت ستيت غافرنمنت ندحري ما قيل كايا وي بروفينسس نبلو وي كا بكتما درجه مزجاجات ازي نناتو حلافنتن نناتو منقطات ناي اتاون زلو خوينو انت دا ناي حنتي كابتا حنتي حشت كوينا خا ناي معرنت وي كا ايكولايزيشن زبهالالو اب ناي ممحدار ناي قطبه ترانسفير نايتي أكفافلا بشيرين ويكا بجرانتس إنا عصوها إتي أمان قولتي أهدوتات وي منقستات وي أوراجات هزرلو بخنز عينت إنا عرغيو إتي قطبا إنا عبي إنا عبي إتي فدر له سرعة إنا دلدل يخيض مالتيو سلزي إتي ناي إريترا أول بخنز عينت كفتح يخيلو سلزي إتي إريترا أي تغيلن أول بخمزة عينات بس احنا ايو مالتي سلازي فيسكال فدراليزم اون بوغنا كن اليو خم نخيل بتقر نتقر اجتات ويكا اما عرنات بزمس كعدل كم زخيل بزي نتفيسكال فدراليزم اون اوريدنا ايو مالتي سلازي ابراهيم لو تتابعني فيسكال فدراليزم معناته ايش هو عشان نجاوب السؤال إريترا ما تقدر تبني فدراليزم في إريترا فضل يا الأخ إبراهيم محمد سهاية بيقول الفدرالية في سؤال يعني مطروح أنه إريتريا ما عندهاش القدرات إدارية تكون ولا مالية ولا بالمعنى الشامل لكي تدار فدراليا
من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الإدارة ومن بشكل شامل. فبيقول هو أنه في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الغرب، المجتمعات في الغرب لم تمتلك يعني تلك القدرات المطلوبة اليوم لإريتريا. كانت هناك يعني بقال وحمير في داخل هذه المجتمعات، لم يحدث هذا التقدم اللي نراه الآن. ولذلك يقول الآن حتى يعني الفيدرالية تؤمن توزيع عادل للسلطة والثروة في داخل أي مجتمع، والحكومة المركزية بالمناسبة لا توزع الخيرات المادية في داخل هذا المجتمع بشكل عادل، ولكن السيقة الفيدرالية يتم فيها توزيع عادل للسلطة والثروة مع مراعاة الجانب الأضعف في هذه الأقاليم بإعطاء أفضلية نسبية أو إعطاء نوع من المنح حتى يحدث عبر زمن معين التقارب بين الأقاليم كلها وبالتالي تتساوى، وهنا يعني يحدث التقدم والتطور والنماء. يقول يعني بهذه الطريقة يقول يمكن أن نحدث التقدم يعني من والتطور في بلدنا. يعني طبعا ده كله بيقول لأنه القصة بتاعت الفيزيكال فيدراليزم اللي بتطرح أنه والله إريتريا ما عندهاش القدرات الكافية اللي تؤهلها لإدارة أقاليمها بشكل مستقل، ده يعني ده تصورنا، ردنا على أنه المسألة ما لهاش علاقة بالقدرات والإمكانيات بقدر ما عندها علاقة بالجذر الأساسي اللي هو كيف مجتمعات متعددة تتعايش بشكل واضح وتعرف ما لها وما عليها في إطار ثقة قانونية واضحة. والمايكروفون تفضل. أوكي شكرا. مبارح جي حدي فلسفة هلو ايوه هلو تسمعون لهم؟ تسمعوني؟ هلو هي ناير ايوه انا بتكلم معك لو سامعني يا ريت استاذ فسهي سامعني؟ اوكي نمشي للمحور الثاني عشان عندنا محاور كثيرة ويا ريت نمشي للمحور الثاني. المحور الثاني بيقول على أي أساس سوف يتم تطبيق النظام الفيدرالي في إريتريا؟ هل على التقسيم المناطقي أو على التقسيم اللغوي؟ وإذا كان على أساس التقسيم اللغوي ألم يعتبر ذلك تكريس لمفاهيم الهيكدف؟ إذا اقتنعنا بفكرة أن الفيدرالية ما مربوطة بالمساحة الجغرافية بتاعت البلد أو بعدد السكان وإنها ناجحة أو خيار ممكن نفكر فيه، دارين نعرف ما هي رؤيتك في تطبيق النظام الفيدرالي في إريتريا إذا كانت على التقسيم المناطقي أو التقسيم اللغوي؟ وإذا أصبحت بالتقسيم اللغوي ده يعني تنفيذ للسياسة بتكرس لها الهدف هسه بلغة الأم واللغات وتفريق الشعب. يا ريت نسمع منك الإجابة. أحلى مايك ليك، مايك فري. طيب ربما برضو السؤال يحتاج إلى إعادة. على أي أساس سيتم تطبيق النظام الفيدرالي في إريتريا؟ على أساس التقسيم المناطقي أو على أساس التقسيم اللغوي؟ فإذا كان على أساس اللغة يعتبر هذا تكريس لمفاهيم الجبهة الشعبية، فسؤال يحتاج إلى إجابة. يا ريت أستاذ فسحة يمسك المايك أو الأستاذ إبراهيم ممكن برضو يترجم السؤال بالتجرينجا إذا حب. يعني أوكي خذ المايك. معلش يا إخوة لو أعمل كده بس مداخلة بسيطة ممكن إذا تسمحوا أدون كده إشارة، لأنه عشان ممكن الإخوة. أوكي أنا في تصوري الأستاذ ناير دي هي عبارة عن ورقة ودراسة مقدمة عن الشيء الفيدرالي ومتكاملة، وبالتالي هو يخلص من الشيء النظري
والشيء العملي اللي بيتعلق، وبعد كده هذه الأسئلة الإجابة عليها هتكون موجودة. يبدو إنكم ما اتفاهمتوا معه في كيفية الأمسية يعني، يبدو كده يعني. فأنا أتمنى إنه لو هو كمل، لأنه كل الأسئلة دي ممكن أن يتم عليها الإجابة، وبالتالي يعني يفضل من الأفضل إنه يستمر أو يقتصر هو وكده، أفضل أن أشوف يعني. شكرا جزيلا. طيب جميل، جميل جدا، جميل جدا. طيب أستاذ فتحي كمل واختصر عشان المساحة بتاعت الترجمة برضو، وبعد ذاك ناس ممكن إدارة الغرفة تبدأ في الأسئلة ومع الحضور الكريم. حرايم بارك نقصل مجمرة أدمين مسودة أكوز حتوتات مسايس لذلهم اللي شيء مجمرة مود تي فدرالية زبلنا توالو تاون أون تاون كأصل حجي انتاي تو أون تاون شنخو فدرالية مغنياتو حدا نقر كل قزي ألو تاون أون تاون شنخ كم زلو ردوي كل بملؤو أون تاون يكونين أبحد تيوري ويكا أبحد سرعة حجي حدي تناتو أون تاون شنخات انشورس governing close the people محدرة نقربة مسفزبي بعلو كم زو السن يرقاقز encourages development يت معبلنا ويكانا يحان تهاجر بزي مؤكل أقباب يتبابع اندقنا provides barrier نتي عبلالان نتي ناي majority democracy ويكا بزي ارتران زبلو ولا خالو زبلو نحنا هنا ماجوريتي نحنا هنا زبز نحنا بزبلنا كم كل زبل معن كاسات ويكا ناي عبلالا اندقنا نقو عدل ايهبني ويكا يلقسو مالتي سلازي معري نتسرعات ويكا نتسرعات وسانيتات بوليتكا وسانيتات دي وسانيتات اندقنا التعداد لانا يقطبا معره ويكعب بالانس بزعقنا يعدل مالتي اذناتو او انتوي شنغيو قن قالو تاو كله كم زي ابغلا حتوت عند حركه مصيو ابغلا هاجرات وي فشلو مانياتو ابغلا هاجرات كمصو هلو بمزرعتي كونين زوتو وتين هاجرات انتي دا وي بتصعنو ويكعب زي مزرعتي اتيو تأثر رحو زي ما خالو انت اون تاوش انا خات كريه خير نسخة انت قالو تاوش انا خات انتاي من هالبات امونغو فدرالاو منقستن انت اهادو ويكا استيد وي بروفينس نبالو ناي ممحدار دوبليكيشن ويكا تحادة زي قبرو تحادة زي قبرو دحال دوبليكيشن ويكا متعصافي مصر مالتيو سلازي ازوون contradiction ويكا قريج اتات ناي policy كفتر سلازي خيل ابزي ناتو قلو تاوشان خلوه مالتيو نابنت ابي يوغزلافيا زي نبري ناي فدرال خصاي asymmetric نيرو سيربس نتوم كالوت بوسنيان كرواسيان نوم خصاي جيروم دومينانت نيروم مالتيو سلازي خمزة عينات كيركب كمزة عينات ونا فدرالي خركب يخيلي مالتيو اندقنا فدرالاو سرعات حدي زي تدلاي وددر وين كم سألكا يا خيل ويكا اب زي ما عرنت وين كم سألكا يا خيل وددر بنتايو نعبنت انتدقاتي فدرالا بزح عينات يزبالكو وددر امسيو اتحادي يعمس اتحادي خاي يعمس مالتي سلازي اب زي وين فدرالاو سرعات اب قلها هاقرات كم زي عينات قالو تاوشان اخترايو سلازي كوبراتيف فدراليزم ده حركة مصعية مالتيو اندقنا قالو تاو شنقنا الفدرالية اتي ممحدران اي حدي اهادو سيد ويكا بروفينس بلو برشونا اون كمان رح يخيل تحادنا ابنت ابتحاد ستيد زلو محدرا اون ابلشونا ويكا بقونس اون كاتيو خيل مالتيو سلازي ازي قالو تاو شنقات بتي كال تموكروتات فدرالية زتا اتاتاوا هاقرات بؤز ترائيه سلازي ازين الو تاون اون تاون شنخات اون
مرأيو أقداس سلوزخونة فدرا لو مقص أس إرترا نزوون بو شنخ إرترا بناء إرترا برسبكتيف رئيو مالتيو سلزي عجا غريبنا هنا زلونا إزيان ينتين تغميت أنزنا براقنا ما جرى شا كونكلوجنا اللو كن ريينا فدل الأخ المترجم إبراهيم لو موجود معنا مايك فري. طيب الأستاذ سهناير يقول الفيدرالية أنا حكمل يقوله بعد كده ححاول أجاوب على كل الأسئلة لكن خلونا يعني أنظم فكرتي والأسئلة معاي. قال بالنسبة للفيدرالية يقول الفيدرالية أو أي مفهوم نظري آخر دائما عنده جوانب سلبية وعنده جوانب إيجابية، فإذا نظرنا للمفهوم ده في تطبيقاته على الأرض حنذكر الجوانب الإيجابية واللي تتمثل في يساعد على مشاركة الجماعات المحلية في صناعة قرار التنمية، وأيضا يساعد في متابعة تنفيذ مشروعات التنمية على المستوى المحلي. نمرة ثلاثة، لا يعطي فرصة لهيمنة الأغلبية. ورابعا بيقول بيحدث نوع من التوازن في التنمية. دي الجوانب الإيجابية في السياق الفيدرالية للحكم في بلدان العالم. هناك أيضا في جوانب سلبية، يقول من السلبيات اللي ظهرت نتيجة التطبيق الفيدرالي يعني التداخل في برامج عمل المركز والإقليم. نمرة اثنين، بيقول برضو ظهرت الهيمنة من بعض الأقاليم على الأقاليم الأخرى، ويجيب مثال التجربة اليوغوسلافية. ثلاثة، يقول السباق غير الحميد بين الأقاليم والدولة أو بين الأقاليم، بين أقاليم الدولة نفسها وبين الأقاليم والمركز أيضا، ومرات ليست كل السباقات تكون في الاتجاه الصحيح. أربعة، يعني برضو من سلبيات هذا التطبيق في بعض الجوانب انتشار، يكون مجال لانتشار الفساد أو يعني بيدي فرصة لظهور الفساد في الحكومات الإقليمية وفي النظام الفيدرالي، لأنه بتكون فيه العملية يعني ما فيها المركزية الشديدة. بيقول أخيرا أنه والله يعني تمت رؤية الجوانب السلبية والإيجابية بشكل عام عندما تم التفكير في مشروع الفيدرالية أو إمكانية تطبيق الفيدرالية في إريتريا. والمايك فري. دواني. أوكي مبارا مجرشة أمر تي انتهي تي كونكلوجين كساب حجي أب إريتريا استفدتني أقباب فتاتها ولا دحري ناتنت نا إريتريا تي أتهانا نتانا إنا هاكر وي أقوما ستيت بيلدين وي ناشن بيلدين بتنا يقدم approaches فشلة أب بزحونتنا إرترا زي مركز نوشتاو قرقتات بحدج الرحو ناي قدم ناي توم حيالا مقصد ناي مرابان زبلو دون برو حد هزبي حد لبي حد عطا حساسبا بزبل زي تتخلي ملكاو سرعات إذا ملكاو سرعات إزي نحا إرترا نزي دايفيرسيتي أتفيكا حانت إرترا حد هزبي نممسرات زبل كمتي أقدم زبلكو أب سور زسددي ناي ايدنتيتي مسوخة آن نزي ايدنتيتي تعبلالي ايدنتيتي نمعقاب نتخالي ايدنتيتي ويكا تي فلليات مالتيو ايدنتيتي أقدم قليس اينيري نقو دمسيسكا حد هزبي حد لبي زبل سور لسدده مو كفتح زي خيل أقباب مخانو فدر لو من كسكاس بمصنعتي بصحوه سلازي اتأرقيت ناي أقراربا بحنسا نبل أقاز زين تمقوتي إسلام كريستيان بحنسا ننبر نيرنا بحنسا مسح نبلع نيرنا بمحرسون مغاغل نسيكون ان تحتو حتو كم فدر لو من كسكاس مصنعتي زكايدو حتو
من النقد التمركزي اندقنا بوليسيتات بمعري نزهز بزي زساتف كهون اللو إلنا زغربنايو فدراليزم زبل منتون كونسبت ويتنس حسابي مالتيو إزي دما نتوشت آوي بوليتيكاوي السرارعة ويستيت عبي أقداس النتهيبو نزح جنو لومين رئيون أبز حلفة قزيه كساقيانا زيس أنحي قريجتات كفتحو يخيل إلنا نأمن مالتيو سنزي أمج الرشا لومي دحري مل... أبز قزيه زي أنصار ملكاوي سرعات كنك أرس كلونا سبح انتاي عينت منقستي كنت كل زبل رأي اللونا مالتيو ديموكراسياوي منقستخن تكل إلنا دحري الكا بدبدبو كي تفتش كم زي قصرها حسكا كم زي ديموكراسي النابلكا قد محجي تي مسلم ليق ناس انتن حرنتن هزبير تاهاك على السنحي بغال أشبات النهابكا ديموكراسي ها النابلكا نزوون فدرالاو منقسكاس قلالعو قلالعو ازي ايام حادرنانيو حادنتنا ابطقمتاتنا حادنتنا ابو سانيتاتنا حادنتنا ابو زحاونتنا النابلي نزي سرعات ازي كتاتاتو يزعر مالتي سلازي اتي اقباب حادنت زبال اقراو حادنت كرقا قص انت دا اخوينو ابطقمتات زي تمركوسين اب سلطان ناي معري مخانن اب هاقراو حابتي ناي مخفالن انت دا تمركوسي اتي هاقراو حادنت انا نباخيو كعقب زخيل ان دحريو هاجر كتهنز كلها كمتي اغدي مزبلكو كوفننت بحنسا كم حاضر النازخيل وعلي ويسمع كل لو اذا سمع اذا دما كونستيتيوشن ويقوام يبال اتي زقوم هاجر اون بتسمع معاتنا الكونستيتيوشن اتا هاجر تقوم مالتيو بزي مهني هذا زي بزي خودي ايه حجي نملكاو سرعات كان ودق مس كلن نكالس اب مسايت ايرترا جن انتاي عينت منغستي تبيل قدامي تعنقص نايتز مت كونستيتيوشن زخون السم نهبو زي عنقص زي مجمرا كتنصر اللوا إلنا إنا نؤمت ب أن أنوح لكم نيرا أي تحازو لي مجمرا حازن بوانق عرب كقل زي مخالي جن في التنية إن شاء الله في المستقبل حريف بعرب لكترر كهون تصفى قبر وزي ودحانكم شكرا بسماعتكم وبمتابعتكم والثاني حنجيبه بسؤال وجواب شكرا جزيلا مايك فري الأخ سناير بيتكلم أخيرا بيقول في الختام يعني الحلول بعد التحرير فيما يتعلق بمسألة بناء الدولة الوطنية اتكى على نفس المعالجات القديمة شعب واحد وقلب واحد إنهاء التعدد وهيمنة الطرف الواحد لشكل الهوية الوطنية الإريترية ده اللي حصل لذلك ظهرت عدم جدوى النظام القديم طريقة التفكير في بناء الدولة القديمة وده المقصود من هنا ظهرت أهمية الفيدرالية من وجهة نظرنا في معالجة هذه الإشكالية القديمة والراهنة بيقول يعني احترام التعدد والتوزيع العادل للسلطة والثروة يعني ده هو المهم وبعدين يقول ما نراه أن الفيدرالية ممكن أن تعالج مشكلات الماضي والحاضر فيما يتعلق بإشكالية بناء الدولة على أساس طبعا التوزيع العادل للسلطة والثروة في البلد على أساس لا مركزي فيدرالي يجب أن نعرف أيضا بيقول كيف يمكن أن نعالج موضوع الحكم من الآن حتى لا نعيد الماضي السلبي يعني وحدتنا في تفاهمنا القائم على بيقول أيضا الآن نحن بيقول النظام الفيدرالي يجب أن يكون في إريتريا المستقبل قائم على ميثاق أو عقد اجتماعي
يعني يبني الوطن على أساسه، وأخيرا بيقول الآن نحن بنناضل مع الكل من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري، ولكن بعد سقوط النظام لابد وأن علينا أن نوضح ونقدم مساهمتنا فيما يتعلق بالنظام الأفضل للحكم في إريتريا. ويختم كلامه بداوة يقول إذا كان في أي شيء يعني فات أو الناس ما انتبهت له أو الناس عايز تسأل عنه، حنجاوب من خلال الأسئلة والأجوبة، هتكون في فرصة للرد عليه والمايك فري. طيب أوكي هنبدأ الفترة بتاعت الأسئلة، كل واحد إذا عنده سؤال عايز يطرحه ممكن يرفع يده عشان يقول سؤاله. أنا هبدأ بسؤالي، يعني الفكرة الفيدرالية فكرة نخبوية وعندها تجارب كثيرة في دول نجحت فيها ودول أخفقت فيها. سؤالي بالتحديد يعني بما الفرق بما تصنعه العقول النخبوية وبرغبات الشعب. الشعب يشوف الفكرة الفيدرالية هي عبارة عن يعني انتاج اثيوبي، يعني احنا بنسأل اسئلة ما يسأله الشارع العام، ما عايزين نقفز الى ما تتبناه العقول النخبوية. ف بيرى الشعب انه دي تجربة او رغبة اثيوبية قديمة. كيف اجابتكم للسؤال ده؟ ما هي اجابتكم على هذا السؤال؟ ما يكفي السؤال. أستاذ إبراهيم ممكن ما فيهم سؤالي، ممكن أترجم له وإذا فيه. لو تسمعوني ما يحتاج، قاعد فهمت. لو تسمعوني أدوني إشارة يعني عشان أرد كيف أرد، يعني أرد في سؤالتين ولا سؤال واحد ما أعرف. أيوة السؤال فهمتها الأخ، السؤال أيوة موجودة في الأرض يعني. أيوة أيوة. أنا معلش أنا بس أحب أفضل عشان نستفيد من الوقت، أنت تسجل كل سؤالين ثلاثة مع بعض لو جاوبت عليه بيكون أوكي. أفضل عشان شكرا. كمية من الأسئلة يتم. وشكرا يعني، والإدارة يا ريت توفق في الاتجاه ده. شكرا. ثلاثة سؤال يعني سؤالين أو يعني. أوكي وخلي واصل في الإجابة هنا ونبدأ ننتقل إلى أنه ياخذ سؤالين. تعالى واصل أنت في إجابة على هذا السؤال أنت فقتوا قاعد تسمعوني أدوني إشارة يعني. هلو لو تسمعون أدوني إشارة. أوكي موجود معاكم. شكرا. السؤال الأولاني بعدين بعد كده يمكن تعملوا اثنين ولا ثلاثة يعني عشان نكسب الوقت. أوكي حوزة حتتكني مري أب ود حطونا يجزي كم يوم زبل ذا مالسي تمكرونا فدراليزم ويكا مس إثيوبيا وسط كميو كاب إثيوبيا مس أيو كمي زبير تاي قبلون زبل حطو أمريز اللي نحنا أقدم إلى فدراليزم زبل فلسفنا كم فتحينا فدراليشن أمونغ إثيوبيا إيرترانز هوني مجمعيا امرکوسان ای فدراسیون زخونه او نای کنه. اب من گوگل تاگرات نات از زخونه او نای نبرن. ترجم زتحتی. کم زی اب وست اب ایست آفریقا تانزانیا اون بخوام جمیرم دهار ای کسلن. اب من گو سلس تاگرات ماله تی. سلزی اتی اب من قدیم گلیس اینره. فدراسیون زبیل اب من گو ایرترانتی از نبرف. ترجم نای فدرالیزم حیز زخدهای کنه. نشم كم زي ما شفني نيرو امبرا مو ايرترا ناس اخوينا لولاويت كوينا تي كونفدرال حد عينت كلا عينت ناي فدراليزم بو مخونه نيرو جن ايكونن
إرثراء بتحت نقص هاي الثلاثة وشتاو محضرات راح ينيروها سلازي سوفرين هاي نبرتن سلازي فدريشن حجون كاين لغبت مالت كاين التحاوات فدريشن مس إثيوبيا زي نبرين مس إرثراء بفلسو مزيح إثنايا فدراليزم حانتو خصايا باللون سلازي فدريشن فدراليزم كنفل اللونا مونيات الفدراليزم تمنجيو دحار دحريو فدريشن كونفدريشن كونشوشنال بب عينا تاشمات اللو سلازي نحنا مدمرة تي كاب إثيوبيا زي وسطكم مزبل كاب شحن شو ما انتشو عتمي تجمرس إثيوبيا تمالي تمالي عسر عامز زي قبري ناي إثيوبيا فدراليزم انتاي ما هنقاد حلو مالسي إثيوبيا اندقنا فدراليزم قبرتو بلنا يلن إذي بعلنا بأناليسيس كونفليكت وشت أو كونفليكت ناي إرثرا كاب مجمرة إلي كاب كاب مجمرة كاب زي الصحف زي أكبنايون وتقريكسات بعنا زي تمكرنايون تي كاب كاب ناي تا بوليتيكا ناي ارترا خجمر كلو زي جمرة قريجت ديتا علي ولا دحر ناس انتوون ابتي مقام اقر ديتا علي اذو وشت او قريجت ازي انبقر اذا اقباب ويكا اتحانا نسا ارنجمنت ناي غفرمنت كم زي يخون انا نبزلونا مسي ناي ايتيوبيا بفصهم خستا يبنان ني ايتيوبيا كم رفرنس اوون ايام ببنايام تي اتنيك فدراليزم زبل نحنا بعلم درجة اتقد محجز كاز نبري كاب 1817 اسكد ميوني لنا رغم من الدسا كريستوس ترقوم ناتو ون ترقيمة حجي اتناي ارترا اي قبلوان بتناي فدريشن لك عوال اللي اتناي قدم بخام يوم قد يوم منا فدريشن ابنا يكتب يا خمس سنة ام ايلوم قلنا زي بقنا ملشنا لينا سلازي اتنا احنا نبلز لنا فدريشن 1952 اذي بفسهم حنتي مستي فدراليزم بلنايو منم زمدنا يا بلون وترقمنا يا فدراليزم كمان بيبنا يا حنتي يا بلون نسو حنتي ذو صدقها بنا يا فدراليزم يا بلون كاب إثيوبيا هم زي قد حنا يا اون صحفاتنا عند حتى كتاتلو خايمكم كاب كلتك عصر تخلطة عامد فدراليان تاي مخانو أبزغن السمينار بصحفاتنا قليتنا هنا سلزي فدراليان هنا نوشت او قريتات ناي از بير ترا زفتح كوينو سلازي رغبنا ينبر كاب اثيوبيا قد احنا حزبنا يقبلو دو اي قبلون اون جينا ولا تيوم زبلو اون غيروم زبصحو مصنعتي يلن حزبنا خمس قبلو جن ابزق زيزي بعلو اتي اب تقاومو دنب زلو نزي فدرالاوي سرعات نمتاو كلاتن ولا كوا فدراليا اي بلا امبر كابت فدرال ارنجمنت دو سودو سندات اللونا ونساتن وين تقبلنا الله تي تقاوم زلو زلو حزبنا اون نا تقبل يا خيد بحنت ترقم ترا ناتكا بعلها ناي حبارك بحنسب نا بنتك مصي حجي فدراليا خمس قبلوا تي اب عسران حادي زترايه مريت اينات كانيو تنس مريت ناي منغستي كبال كلو اندغنا اندغنا بتا اليمنت زبلكو ثقافتك عرب انت دا اخوينك كيد دا عرب هاجر تساجر كبل كلو اب انتي كم تمركوسي و حزبنا نتي فدريشن ايثيوبيا زبل وحدة انت زي كوينوم زبز حزبنا اتي فدرالو من قصق الزل علو انا تردون انا تقبلون يخيدالو مايك فري إبراهيم موجود الترجمة؟ إبراهيم تفضل. فترة انقطعت ما انقطعت فحترجم الجزئية فقط اللي سمعتها إذا كان حد سمع الكلام الأولاني ممكن يتبرع ويترجمه بيقول الفيدرالية إحنا تبنيناها على أساس إنها تعالج مشكلات داخلية للمجتمع الإريتري ده أساس تبنينا لها قائم من هنا لم نأخذ الفكرة لا من إثيوبيا ولا من غير إثيوبيا. الأمر الثاني بيقول أنه حتى من يقول أن فكرة الفدرالية غير قابلة للتحقيق لم ترتكز وقاهم على دراسة وبحوث أو كلام عام يعني ما مبني على تحليل دقيق.
ايضا بيقول والله في الواقع موجود، يعني اذا كان انت والله يعني ثقافتك عربيه ما موجوده، اي يعني ما موجود لك اي وجود حقيقي على الارض وده قاعدين نشوفه، وايضا بتظهر العمليه بتاعت التفاوت فيما يتعلق بموضوع الارض. لذلك احنا بنعتقد انه يوم ورا يوم فتره بعد فتره هذا المفهوم سيتقبله الشعب الاريتري باعتباره يعكس ويعبر عن مصالحه. دي الجزئيه الاخيره اللي انا سمعتها. اذا كان في كلام اخونا في الشاي قاله في البدايه، انا الصوت كان مقطوع مني، وحد ممكن يترجم الكلام والمايك فري. اوكي استاذ ادريس، هاي انت على المايك. اوكي مايك فري لك. واصل 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 انت. اوكي. بالنسبة طبعا ما قد لا تكون ترجمة حرفية، ولكن باعتبار اني قريب من الأستاذ ناير في جزئية أحب أركز عليها برضو ذكرها هو. بالنسبة لإحنا ما يهمنا في موضوع الفيدرالية هو كيف إشكالية، كيف نقدر نحل إشكالياتنا الداخلية. وبالتالي الآن يعني جماهيرنا كيف تقدر تتقبلها، والآن في تقبل لهذه الفكرة حتى على إطار المعارضة، ولو أنه ما يقوله هو فيدرالية، لكن المبادئ العامة اللي احنا قاعدين نسعى عليها وعايزين نطبقها اليوم وجدت صدى في حتى في إطار قوى المعارضة الإريترية. وبالتالي احنا فكرة الفيدرالية نشأت نتيجة لمعرفة واقعنا، ونتيجة لدراسات قاعدين نقوم بها، ونتيجة لبحوث قاعدين نجريها، قاعد ننطلق. وليس هو تقليدا لإثيوبيا، ولأنه إثيوبيا الآن جات. فإحنا كنا نذكر، كنت قال أن أذكر لكم أنه من القرون السابقة كيف نشأت الفيدرالية وكيف بقت، وبالتالي نحن من خلال البحث والدراسة نستخلص ما نراه مفيد بالنسبة لمجتمعنا، وهذا هو الفيدرالية. أما يعني كذلك أن الفيدرالية اللي كانت في فترة بتاع الاستعمار أو الفترة بتاع حيلة سلاسة هذيك، مش هي هذيك ما تعتبر فيدرالية، يعني لا يمكن أن تكون يعني دولة متخلفة أنه تعمل، بس وإنما كانت اسم وبالتالي ما عندها أي ارتباط. تقريبا دي تكملة للجزئية الأخرى، هي قد لا تكون ترجمة حرفية لكن إلى حد ما يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك الأستاذ إدريساي محمد عثمان، وشكرا برضو للأستاذ فسها ناير مرة تانية. شكرا للأخوة الحضور على المتابعة. في الحقيقة صراحة الطرح الفيدرالي يعني يحتاج فهم، أنا ده اللي توصلت له الآن. يا ريت الشباب والأخوة الحضور في الغرفة يركزوا لفهم هذا المصطلح الفضفاض، هو مش فضفاض لكن بيخوفنا دائما. فيدرالية في دولة صغيرة. اتمنى انه الناس اللي عندها أسئلة ترفع يدها، و يعني نقدر نفهم من الأستاذ أكثر وأكثر بالنسبة للطرح الفيدرالي في أريتريا. لو في واحد ابراهيم حامد اذا عندك سؤال اوكي انا حديك الفرصه للسؤال، لو لا كمان يا ريت نشوف الايادي مرفوعه عشان نستفيد اكثر من الامسيه ومن الاستاذ اللي معانا. احلى مايك لك استاذ ابراهيم، واتمنى اشوف الايادي مرفوعه. مايك فري لكم. انا عايز اسال اخونا في ساناير انه في الكلام اللي قاله حيا في الترجمه الاخيره بتاعت اخونا محمد عثمان دريساي، انه فكره الفيدراليه من قبل الاخوه في الحركه الفيدراليه قالوا يعني نحن بنعمل دراسات وبنعمل بحوث ونحاول ايه يعني نوثق للفكره اللي بنعتقد انها تساهم في حل المشكله الداخليه للمجتمع الاريتري وليس استيراد من الخارج. انا في تصوري في خلط بين مفهومين، مفهوم الحكم اللامركزي الدستوري، وده انا في تقديري اصبح مرتبط بمدى نجاعه ونسوخ فكره الديمقراطيه نفسها في اي مجتمع. بدون المجتمع المحلي ما يشارك برأيه في قضاياه الأساسية من تعليم وصحة وإسكان ومعالجات لا تتعلق بالاستثمار والأراضي، لا يمكن تكون ديمقراطية. الدولة المركزية كمفهوم الآن أصبح يعني يتناقض مع الفكرة بتاع تمكين الشعب في صناعة القرار.
لذلك بتلقى معظم البلدان في العالم بدأت تنحو منحى الأخذ بفكرة يعني النظام بتاع الحكم اللامركزي الدستوري. ويحقق الجزء اللي ذكره حقيقة أخونا في نهاية ناير فيما يتعلق بحل مشكلات الداخل الإريتري حتى يحس بأنه اتحصل على قدر يتناسب بحجمه ودوره ومكانته في المجتمع من السلطة والثروة. هذا مفهوم ومقبول ومطلوب. وده جزء بالمناسبة أنا في تصور من الباكج بتاعت الديمقراطية اللي مفروض تكون مؤمنة ومثبتة في الدستور. أما الفرق بين في حدود قراءاتنا الفرق بين النظام بتاعت الحكم اللامركزي الدستوري نقطة، فكل الكلام اللي قاله أقوله بالتأكيد تعالجوا مسألة نظام الحكم اللامركزي الدستوري في أي بلد. لما نجي نقول لا بالإضافة لده، لأنها هي درجة أقل بالمناسبة من الحالة الفيدرالية في الإدارة، والحالة الفيدرالية هي أقل من الكونفدرالية. لما نجي في مسألة الفيدرالية كمفهوم كطريقة من طرق اللامركزية، دي بالمناسبة مرتبطة الآن بتباين كبير جدا في 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 القضية تتعلق بالهوية الثقافية للناس. واحد، اثنين، بتجي في القدرات إنه هذا الإقليم عنده القدرة أن يستقل ويتدبر أموره، وبالتالي مشاركته في السلطة المركزية تتمحور في قضايا محددة: الدفاع، العلاقات الخارجية، النظام الاقتصادي، وقضايا معروفة. أما القضايا الأخرى فهي تبقى ملك للإقليم. أنا بتصور في عندنا نحن الإريتريين بشكل عام يعني لخبطة أو عدم فهم للتفريق بين المفهومين، وده موجود في الإنترنت، في الكتب، في أي حاجة. فأنا شايف حقيقة المحاضرة جميلة، لكن معظم مضامين أو دوافع أسباب طرح هذه الفكرة بتتضمن فكرة الحكم اللامركزي الدستوري، واللي كل القوى السياسية الآن بدأت تتبناها وبطبيعة تتبناها. ولا يمكن أن نتخيل الديمقراطية بالمناسبة مش برلمان وأحزاب وصحافة حرة وقضاء مستقل، لا، ونظام لامركزي ديمقراطي دستوري. لذلك معلش أنا عملت الإطلالة دي عشان الناس اللي في الغرفة تفهم إنه الآن في إريتريا ليست المشكلة منهم مع الدولة المركزية وبينهم مع الفيدرالية، لا، بين من يتصور تحقيق العدل والديمقراطية والتوازن في التنمية بين كل الناس في إطار ثقة بتاعت حكم لا مركزي، وبين من يطرح لا تحديدا نحن نعني الفيدرالية. الفيدرالية بالمناسبة من هنا يأتي البعد السياسي في موضوع الإيراني. بعد الحكم اللامركزي الدستوري ده موجود، يمكن ما تطبق بشكل صحيح، لكن موجود في الهند، موجود في السودان بتطبيقات مشوهة، ممكن يكون في بلدان كثيرة. أما الفيدرالية فأنا أعتقد ما يميز اللامركزية الدستورية على النظام الفيدرالي أن هناك فكرة الإمكانات الإدارية والمالية للإقليم لكي يستقل بتنمية إقليمه، فكرة تبقى حاضرة تماما يعني. فأنا أتمنى أخونا في السهي يوضح المسألة دي لتعميم الفائدة، وإذا كان في الغرفة أيضا من الزملاء والأخوة موجودين ياريت تساعدونا في فض الاشتباك بين المفهومين ديل. وشكرا لأستاذنا التهنائي والماتي. ألو، لو تسمعوني أدوني إشارة، أدوني واحد واحد. أوكي أوكي، قاعد تسمعوني. أوكي، شكرا يا إبراهيم في تدخلات. أيوة، فدراليزم يا زبل حجون، وفدرالية نبلو بعرب تخلو أرنجمنت ويكا أسرار عناي هذه منجستي ويكا أو ما ناي منجستي
أبو شتاوي ناي هزبتات ايدنتيتي تمركيسو ديزاين زغبر نسو اتزحيشة مخانو كابت فلسفنا ناي فدراليزم زمن جوايو تي نسخاخ بلو صنعكا زي مؤكول زبل فدراليا نرؤسو اب اوستراليا اب هندي كمزبال كايو اتي سنترال غابرنمو يكا فدرال غابرنمو تي حيال نيرو اتي اهدو تادقن دخوم نيرو مالتيو سلازي دحر بزوح مصنعتي نابنت ابزي اني زلوخو مصنعتي زكايدو كم نابنت اكسل هدينيوس كم اون كالوت اكسبرتس نتايب المنال بات اب جوجل اغير اتي هم كتريو تخولو اي جي دي واي نتاي مالتيو زيوم اكسبرتس زيوم اكسبرت جروب اون development issues يوم زبلو نزخل لها قرات يصنعو مالاتيو ناي هندو ونقدم centralized federalism تفدراليزم بعلو كل فلسفناتات كنكا فدراليزم اصيه arranging state سلزي انتا يوم اصنعهم هندي بوليفيا ساوث افريكا حجي ابو انتا يوم سيهم decentralization زي موكل اللا مركزية and democratic governance لكعتي انا لسناتك ابوتو يزولو قن كلو تاشم فدراليزم the revolution of federalism 21st century اب جوجل اتيون كتري تقولو ابو تا اناليسيس كمي كمزل هل كابو خامزو ما سايد decentralization اوه هجي ازوون تا decentralization بهال تاشم انت دا خستاي تفرقو هنا كل ولا تا ethnic federalism اوهن تا تسقاتات ناي federalism زبل فلسفنا هاو يزمنشو ده حارقم نفسه وكبرنا نخصتاي شمي هو مالتي سلازي مبقر أمانجو اللامركزية الإدارية اللامركزية الديمقراطية ويكا كونستوشنال الدستورية إزي انتايو أتي أب عد هندي استخايدي نزمة رع الزكايدي أب هندي باناشياتس ويكا هذا كلاس اللو انتاتشابل زبهالو خستاي اينا بروم بفوس اومتي كونسويشن ناي فدر كونسويشن عاد هندو خستاي زيقا باري اتقد محجزنا باري اكو هونا ناي هندي بيقاتر درجا زكاية زينا باري سلطان زينا بروم نوم رسعكا ابتي نحنا كم زيك سورانا هنا بيك ماركسيزم قالو خستاي نامس اكا نوو مركز كيقا باري اتي ديزاينر ويكا اركيتكت ناي كونسويشن ناي عاد هندي ناي انتي ابتي قزيانات الناس مالاتيو لك كم دنا عد انجليزي مسل غيرو كاتا تاس جنبيرو نتي عد زلو كناتنا حزبنا يخصاي ان بابران كن اب غمتا يتوين ابزي تي مؤكل محدرانا فدراليا زينابري ديسنترلايز زي مؤكل محدرا بقوام درجه بانشات زبالو نزون اب جوجل اتيهم كتري وطولو تي قواماوي زي مؤكل محدران يبل هادينيوس انتاي بل انت دا قواماون ديموكراسياون كوينو اتزيم اكل محدرا امانقو اون امانقو فدرالاوي سرعة بزح فللي يبلون ناي اشم ترح يزبل جن محدراوي محدراوي زيم اكل محدرا انت محدراوي انت دا اخوينو جن اتبا اكلاي منقستي ابزو طعامة قزية يسحبو هزبوون بزعبو وناي وسان ناي موسان عدل يا بلون سلازي بخمزه خون كلوغن اي ديموكراسياون بمؤكل محدرا ديسنترلايز جبرا اون اللوا ازي زي زي هاجرات بفلاي بفلاي هاجرات افريكا سودان نابنت ناي سودان وكم ما تنعتو ناي كونين نممسلي نشم زي تجبري ايومات يومو دحارغن على علومو مالتيو سلازي نخمزة هيكون هو نحنا أبقى متين أنا التسلزي التس زي ما يقول محدرة ديمقراطية أو قوما والسفرة كاب فلسفة نتاعنا ناي فدراليزم كم زي ما صعب بس إحنا يو سلزي شم فدراليا نيرتراويان كم contaminated يا زبل انتلو بفصم لزوم بمرد زاين أنا بس حمالتيو
سلازيتي أبزك زي مبسحون رؤسه التغندي إذا من قص قص إذا سلا زرع له ما جا مريان إحنا هنا عندنا دي سنترلايزيشن هون مزي إيجي إذا بالكوهم AGDI زبل إنستيتيوت مبار كم زعينا تشارتر زلوا والدبات علوا إن هذا تشارتر عريمنا لهم أبتمج الرشا زخونا مالت decentralization by constitutional decentralization انت دا ازي كوينو زوجا زيان تاوامتي كونع زخونا من قدينا diversity ارترا زبالكمنا حقو في خيليو إلوم مالتيو ابزي نمان توكيسنا إذا زبهال international democracy and electoral assistance بأهوراوه سايستفل دايو اب conflicts كمون أينشتاين إنستيتيوز بحال عب عالم السفل تيو كم نابنا جين شارب من البعض بعرب أمبيبكم أتغانو جن بأكلون بحد ليبرال بارتيز بحال أبزي ما استمالتيو نسو بزح زبركتيو حجيه أبزي أون بزح فللي يبلنان جن نيرتروان بزي نقربهم زبل أب ما سايخن ريينا مالتي سلازي تي محداراو انت داخوينو أين قبلونينا مخنياتو محضراوي أبزغونا قزي ناي هزبي سلطان سلازي كوني كوسط يخيل فللينا تيان هاقرات ديسانترالايزي تيان ودبات أب إرتار ديسانترالايزي بلا كرقا قصع اللون بقوام زي موكول ألا مركزية قوامه دستوري كخون كمزل لون ديموكراسيا وكخون كاللون سلازي ديسانترالايزيشن بمصنعتي أبزغربا قزي يخزوات أمارتي مصنعتي لكع كل فدرالية زبل ديمقراطية هو مالتها يكونن نعب النت أستراليا هون تم كل زخونة يتحيال سلازي قنع يو مالتها يكونن سلازي تردية يخون تصفال له إبراهيم بعلغة بعربية ترقو مدرسة يوم كحقزانا يا خيل قن تقول ولا تأتنيك زبل هون بموقعهم ياتاتو كابت فدرالاوي فلسف النازمان جوي دحاري وأشمات النهابكا متان كتفل عليه تفل عليه ماله انت دحرك المصعينا بحطهم مالسين شكرا ومايك فري. طيب حقيقة يعني انا ما عرفت بدأ ايوه بيقول حقيقة في انه شكل تنظيم الحكومة معتمد بيقول اخونا في الساعه شكل تنظيم الحكومة معتمد اطار مرتكز على فلسفة الفيدرالية ده المرجع بتاعته بمعنى انه الفيدرالية في استراليا وفي الهند المركز كان يعني قوي والفروع كانت ضعيفة ويقول انه الخبراء يعني في هذا المجال في موضوعات التنمية وبناء الدولة اتكلموا حول تنظيم اوضاع الدولة ويقول اللا مركزية الديسنتراليزيشن اللا مركزية الدستورية اصلا يعني مصدرها هي الفلسفة بتاعت المفهوم نفسه بتاعت الفيدرالية في تسميات جات لاحقا في موضوعة الفيدرالية اما يقول والله يعني هناك يعني فرعين من اللا مركزية في اللا مركزية الإدارية وفي اللا مركزية الدستورية اللا مركزية الإدارية هي شكل من أشكال المركزية لانه هي السلطة المركزية اللي تعطيها وهي اللي تأخذها ولذلك يعني تفريعة من تفريعات الحكم المركزية أما اللامركزية الدستورية يقول هي تفريعة من تفريعات الفيدرالية بمعنى أحد أشكال تجليات النظام الفيدرالي يقول التطبيق الهندي للفيدرالية في البداية أخذ التطبيق الميكانيكي للتجربة البريطانية ولم يضع في الاعتبار خصائص الواقع المحلي الهندي بيقول الفرق بين الفيدرالية الدستورية والفيدرالية يعني الفرق بسيط جدا وإذا كان الناس يقول في إريتريا أو بشكل عام عند حساسية من الفيدرالية فدي مش مشكلة لأن الفيدرالية الدستورية ممكن تعالج نفس موضوعات أسباب اللي دعت الناس الفيدرالية أن تعالجها القضايا بتاعت يعني توزيع السلطة والثروة والتنمية المتوازنة بين أبناء المجتمع الواحد على أساس من القانون والدستور وبشفافية شديدة يقول موضوع اللامركزية الدستورية في السودان شكلي وغير عملي ونراه بأم أعيننا ما يحتاج مننا إلى تبرير
يقول الحكم اللامركزي الدستوري يعني هو مفهوم مرة أخرى يكرر ويقول هو مفهوم مصدره الفلسفة أو الفيدرالية نفسها. أيضا بيقول إحنا يعني لما نتكلم بالمناسبة عن النظام الفيدرالي مش معناها أي نظام فيدرالي هو نظام صحي وكويس ويؤدي إلى النتائج الجيدة المرجوة منه، ويضرب مثال بالتجربة الأسترالية ويقول والله في أستراليا في الفيدرالية لكن مش بالضرورة عالجت قضايا العدل والتنمية وقسمة السلطة والثروة بين أبناء كل المكونات في داخل المجتمع الأسترالي، ما بالضرورة تكون عالجتها كما ينبغي. يقول نحن قال أنه والله كونه يتمنوا تنظيمات سياسية في إريتريا مفهوم لا مركز دستوري فهذا جيد، والفروقات ما كبيرة والتفاهم ممكن يكون لأنه بتدي لنفس الأسباب اللي احنا بنتخوف منها، ولكن اللامركزية الإدارية دي بنرفضها لأنها تحايل شكلي وهي مركزية بطريقة أو بأخرى والمايك فري. طيب هناخد أستاذ بوكا وأردوغان، ويا ريت الأسئلة تكون مختصرة عشان الناس تقدر تدونها ويتم ترجمتها برضه. مايك فري. بوكا بوكا 13 تعال على المايك اطرح سؤالك. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل انا مسموع؟ اقول الاشارة لو سمحت. هل انا مسموع؟ اقول الاشارة. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. اولا احيي هذه ادارة الغرفة، وثانيا ارحب بالاستاذ في الساحية. يعني انا بصراحة يعني كنت مشغول ولي اسئلة كثيرة قد تكون الاستاذ فصاية جاوب عليها، لكن هناك أسئلة كثيرة يعني واقتصر في المن. هل هناك خلافات بين الشعب الإريتري قبلي أو طائفي؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف تحل المشاكل الفدرالية؟ الشعب الإريتري متداخل ومتجانس وليس هناك خلافات بين الشعب، ولكن الخلافات في السياسيين أي وفي صراعهم على السلطة، وهذا واقعنا. والفدرالية شبيهة بالمناطق وفشلت أيام الجبهة وما قولك، وإنما خلق أحزاب سياسية إيديولوجية وفقا للدستور مدروس يضمن حقوق الأفراد هو الذي يضمن الاستقرار والسلام، فكيف ترد على ذلك؟ تقسيم إريتريا على شكل فدرالي يعني هو تقسيم الشعب على شكل قوميات، وهذا يؤدي إلى مشاكل وإلى عدم الاستقرار. هناك من يقول خلافات على السلطة هي التي تستدعي الفيدرالية، وأصحابها يقعون في نفس المشكلة التي وقع فيها النظام القمعي. ماذا ترد؟ وشكرا. أردوغان أردوغان موجود؟ موجود موجود موجود. شكرا. تفضل. أقول مساء الخير، نهاركم سعيد، وشكرا للضيف على هذه الإيضاحات. ولكن أنا نتفق أن الحكم الأنسب في إريتريا هو الحكم الفيدرالي، ولكن ألا تعتقد أن طرح هذا الموضوع في الوقت الحاضر، يعني أنه حكم الفيدرالي تطبيق الفيدرالي عايز له تمهيد صراحة، لعل البعض لا يعرف معنى الفيدرالية، وبالتالي أنه إثارة مواضيع هذه في وقت الحاضر هل يخدم القضية؟ وشكرا. في السهة ممكن تجاوب على الأسئلة إذا تم تدوينها. السهة
استاذ السهاء. مايك لك يا استاذنا. اخي درساي موجود؟ اوكي اوكي. فسها موجود؟ هلو هلو. طيب لو تسمعون عندك. اوكي اوكي. هلو 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 تفضل. هلو لو تسمعون الدين إشارة. هلو هلو جون. اوكي ثانك يو. كنت حتى تحتيتن بوكا عسر سلسته كالاي اردكان مالتيو حزب ارترا بزو حزبتات عليتات سلزهوني دحر اندقنا بزح سايس لزلو بحد زيب اللي حتو لك نحنا تي فدرايا جبها نزح نزي هزبتات ازي حادة ممسا تي زغو منقستي هزبن منقستي مالت تي منقستي ناي هزبي انت دا نزي هزب ازي كمي غير كاتا محادرو ناي هزب قداياتيو سلازي إذا ناي حزب قدايات بخمسة عينة ترعات ناي من قستي نا ألي خايو تخيد مالتي سلازي قد محجي تموكرو نيرو زبل أنا ندعي هبرتاو قاسي تبرتاو قاسي بناي فدرال أيديا يخيد نيرو زبل صحفات أين ببكون مالتي زي نهزب ودبات مغاقير زبل بفصم ناي فدرال أيديا وناي نبرين رابتي ناي سوراق زي دحار اندقنا هزب ارترا حانت خصايا بلون زبل ازي دا بقاها دينا ايدنتي ديفرنس الله هزب ارترا ايس دايفرس مالسي اغاد دي مقالي سي ايه سلازي تي حطو نهزب ارترا ختم اغالت بل لك عزيا جمري او المسيحات النا مالتي فدراليا مالت نختم مقاغل ويكا سبريشن ايكونين بحنسا مسيكا كدان متقتاو مالتي زمدناخا بكدان نسخة أقدم أوني له حزب إرترا بحنسا ينبر نيرو قلم لا زبل يكون حزب إرترا تي زنبر له زبز حجزي أبتحت مجزاتي ممحدار مجزاتي يو نيرو مبر بعلو يوم حد راي نبرين جند عري ناس نتنا إرترا زترا إيه حدا نت حدا زعب لي بس دا بعلي جناتي قبل علي دعلي بعلي أنا زري يزلله واس عندي نفس وقف سب زري يزلندي سلازي حزب ارتراسي تماغيلو خمزلو فدرالي يكون ماغيلو حزب ارترا ماغيلو زلو لك التي بوليتيكاو زبل التي بوليتيكاو مريحنا توي نسيو مانياتو حدي نحزب ارترا بحنسا كم حادر زخيل سيستم سلازي تاتاو توي بخمزي دا فشيل مبر التي حزب ارترا بزي تي ناي هاي مارو نعلى في الليات أي بلون يعني انتاي دا دايفرسيتي تقاتاتي بعلو مانياتو ازي كم نيقاتي في زي الرأي لكم نيرا مانياتو وقناوي انت دا نسخة عرب تداريبك عرباوي يبلا كامالاتيو ناتكا سغافة انت دا نسخة بحادي نابنات ناي حادة بهر من قصقاس انت حرار عليكا وقناوي يبلا كامالاتيو سعبليس قل نسخة مسلكا غطا حتى تزلوها انت دا نسخة انا ابنت مثل ناي مرين دا العلكة نسخة وقناوة بها ناي ما خصتاي قالوا تاو خصتاي قن مثل كا يكت حتد نزي نبلا لنا نحنا نزي مثلا تزي كعقب زخيل ستيت سيستم فدرالاوي مقومياتات وي برينسيبل او استمر كوسي قوون اللو اينا نبزل لنا تلمنتاي نزي او واحدون معدنتاون جاستيس
حجي ديمقراسياوي مالت كل جاسيس ان لو مالت يكون انا اقدم اليه قد ما حجي تواني في النيب صحفاتي نحنا ماجوريتي ماجوريتي ديمقراسيا زبار الله ماجوريتا وي كان هاي بزحان ديمقراسي زبار الله عبد ديمقراسي ازي ديمقراسي زي اب افريقيا فشلي كيدو اب كينيا كيدو كلنا حجي لو من ساقه يا زلوا ماجوريتي ديمقراسي بل نشم ينز قبرو كيدو كونغو كيدو رواندا كيدو اب كل هاجرات نا افريقيا منياتو نتي دايفرسيتي لومي اب زخو 207 هاجرات نا يونايت نيشنز كلاتن مالتي اثنيك مالتي ريليجيوس دايفرسيتي كلن سلازي نيريترا خستاخت قبرو زبي زلو حزب اريترا تبز حاوي نبلو زلونا ابزت سرعه ازي انت ينبرالو نفس وقف غزاي فلتيو سلازي اتقد محجزنا برز بالكم ما زبل كايو بوكا بفصم بزعبه لا يصبح عمها من حدار انت يكون يزبل ايه لف اي نبران من البات اي ال اف ني روايه هو ناي دومينانس اذا حجي ترى اي مالتي سلازي اي ال اف كم زين براون بز حجي افتقاه مدن بز زقطمنا بينايو سلازي اتي كم زي ارترا زبل انا انتايبل ناي سويل كاناي خستاي ناي شفاف الكاناي محلافن مسالات كا اكيد كاناي مغلاصن دخنت يزبلو زلو بزعبا اردكان زبل كايو ناتو التغابابرا ناتو التغابابرا ابزغزي زي زاكل سباوي عقمتات اللوتي كفلتات نايرترا زاكل كاباسيتي نايرترا نخي اتو اب سودان حاده نت بخلتي 54 عام زغبري من اسي نزبق عتات زي كمال زخل اب سودان نخي اتو هاجرو نخي ملس تغبري نزي كمزا عينت من مقرح كي يقبر تباهي للتقبر اي مالتي سلازي تطبيقه ولا نعيش تتغن اي رترا كحلوة يخيليو وانا اعتقد محجيون بقتر درجة اب نفسه وقف زوبا بتن احنا عقدي ما زهابنا يو ننا يقزا ارسو من محدار نيرواميو ايطاليا او نزم من محدار اي تنكفون مريتو اي وسدون وانقوها قدفون اي بلوان اتي عبرت انقوها عرب اب 18-17 سنشاري يجميرو اب تاريخ انت داد لهم لو مقن مش اغسطاها تقبر مش بيت تمرتها تقبر كنت تزاربون بعد دو بريسيدنت كي تساقر السعودية زي بلي سلازي اتي اردكان زي بلكاني تطبيقه جاهز يزلو كتقبر زغل عقمتات كا قالو بغربا بغربا انت دا ابعدو تمليسو كم محادر زخل عقبتات الله نهزب ارتراخا بسنيتن بفغرن كم زنبرك قبريو ازي كالي شفاف الكا ناي محبا هزب ارتراح عليو هزب ارتراح بحانسا خنبر بحانسا مريتو ناتوزا خمي قيري نبر سلازي ناي اردكان اون تطبيقو يقدر الشعب الارترا دحين الموجودة اللي الجيل الموجودة بعد 50 ولا 60 سنة تجربة يعني عشان كده تطبيق تبهلون كتفرهنا يبلنا نزيابة حناينا اللوننا سبقاون رئيس مالاون أقمتات أبتب بوتانا خنم محادر مايك فري إبراهيم لو موجود يعني أستاذ إبراهيم موجود أيوة أوكي أوكي بيقول أخونا بتاعي سؤالين لبوكا وأردوغان كيفية إدارة هذا المجتمع دي بيقول مسؤولية الشعب هي وبالنسبة لموضوع الفيدرالية في أحد الثورة لم تكن موجودة مفاهيم فيدرالية بالنسبة للتعدد اللي ذكرته بيقول لك التعدد واقع موجود في المجتمع الإرثي في تعدد ديني وفي تعدد ثقافي ولغوي وإقليمي وإلى آخره الفيدرالية من أجل الوحدة على أساس التعدد هذه هي الرؤية الوحدة على أساس التعدد الوحدة التي تحترم التعدد بعد التحرير هيمن الطرف على الأطراف الأخرى يعني ده هو اللي ظهر وبالتالي يعني لم يوجد النظام لم يوجد يعني إدارة وحدة المجتمع بل بالعكس
تم سيطرة طرف على أطراف أخرى. التعدد، التباين يعني التعدد، وهذا جيد وفق هذه الجماعات أن تأخذ حقها على أساس من العدل والديمقراطية. يعني التعدد في حد ذاته ما قضية معيبة، لكن العيب في أنه جماعات أخرى بكل الأغلبية، أغلبية بالأغلبية أن تدار البلد باسم الديمقراطية. هذه التجربة فشلت في إفريقيا، ويقول نمشي نشوف التجربة في كينيا ونشوف التجربة في يوغندا. يعني كونك تملك الأغلبية دما معناها تحدث سلام وتماسك اجتماعي وتنمية مستدامة، لأنك حتنال من حق الجماعات الأخرى الصغيرة، سواء كانت صغيرة دينيا أو صغيرة إثنيا أو صغيرة لغويا أو إقليميا. لذلك التحجج بأنه الأغلبية تدير البلاد هذه قصة لم تحدث تنمية وغير صحيحة وفاشلة، يقول في التجربة الإفريقية. في جبهة التحرير الإريترية لم توجد هذه المفاهيم، يقول مرة أخرى يكرر ويقول بخصوص القدرات، توجد في إريتريا قدرات للتطبيق، من الممكن أن ينجح هذا المفهوم. وبالمناسبة كان هذا المفهوم موجود في العهد الإيطالي والإنجليزي، الحكم اللامركزي أو حكم الإدارة المحلية كان موجود في إريتريا وكان ناجح. الناس كانت عندها أراضيها وكانت عندها لقاتها وكانت عندها نظام حكمها وكذا. ولذلك يقول الأخ ناير أنه القدرات موجودة والشعب في ظل هذه الطريقة من الحكم اللامركزية حيعيش بسلام وبأمان، ولنا القدرات البشرية والموارد المادية. رأس المال المادي والبشري موجود لينجز هكذا مشروع، يقول. أيضا يعني أخيرا بيقول بالمناسبة النظام دي، نظام الطرف الواحد، نظام الهيمنة، غيب 1.2 يعني مليون، أعتقد أنا زي ما فهمت 1,200,000 تقريبا، أبعدهم من مشروع المشاركة في بناء الدولة على أساس طرف مهيمن. هؤلاء عندهم القدرات المادية والبشرية لكي يديروا مجتمعاتهم وأقاليمهم وأيضا بالشراكة مع الآخرين وطنهم، يقول. والمايك فري. اخر خيال انت موجود؟ الخيال معلش لو سامعني، اسف انا طلعت على المايك لانه كنت اصلا لا بلا كنت اواصل انا كنت افضل معلش للاخر رافعين يدينهم، لانه كان في سؤال يمكن يكون سؤال محوري من الاسئله اللي كانت موجوده عندنا. يا ريت لو تدوني فرصه اني اسال الاستاذ فسهاي وبعد ذلك نرجع للاخر رافعين يدينهم، ممكن ولا اوكي؟ طيب اشكركم عموما ولكم العذر حتى طردوا، اتمنى اديكم فرصه. وبنوي للاستاذ فسهاي، استاذ فسهاي سامعني؟ لو سامعني يا ريت تديني اشاره. استاذ فسهاي سامعني استاذ ولا هو مش سامع؟ استاذ فسهاي، فسهاي ناير موجود؟ استاذ فسهاي انا مسموع يا شباب؟ اوكي استاذ فسهاي يا ريت، نحن بنقول الاسئله تكون مختصره، الاسئله تكون مختصره كسبا للوقت، لكن كمان نضطر نقول انه الاجابات كمان تكون مختصره يا ريت، يعني الاجابات اثنين لانه في ترجمه، بالتالي نحتاج جدا لاجابه مختصره وتؤدي الغرض في نفس بالتالي يا ريت تتجاوب معنا في الحته دي، بقدر ما انه السؤال مختصر يا ريت كمان الاجابه تكون مختصره وكامله، يعني مش مختصره انه مش اجابه ناقصه. انا سؤالي الموجود عندي، ما هي رؤيتكم لطريقه النظام الحكم الفيدرالي في اريتريا؟ هل على نظام على تقسيم اقليمي إذا كان اقتنعنا بالأقاليم الستة المكونة الآن، ولا هو إذا بالتقسيم لقوي، وهذا كمان احتمال يكون نموذج آخر للفيدرالية، ولا تقسيم فيدرالي على طريقة ما نراه مثلا في القرب، ما عندهم ارتباطات بلغة، ما عندهم ارتباطات بالمواطنة مثلا أو إثني،
اتمنى انك تدينا نوعية الطرح اللي عندكم لإدارة الحكم الفيدرالي في إريتريا، إذا كانت بالإقليم أو إذا كانت باللغة أو إذا كانت بالمواطنة في الأقاليم. ما نراه مثلا في أثيوبيا القوميات هناك ليست متداخلة، بالتالي كل إقليم يحكم شعبه، وهذا يمكن يكون نموذج خاص بأثيوبيا. أما في إريتريا في تداخل سكاني، يعني في الأقاليم الستة المذكورات في تداخل سكاني. ما أدري، أتمنى أن أسمع إجابة تقريبا الكل بيسألها. أحلى مايك لك، وأتمنى برضو الإجابة تكون مختصرة كسبا للوقت. ومايك فري. سادمان شكرا، لو تسمعون أدوني إشارة، أدوني إشارة، تسمعوني؟ أوكي شكرا شكرا. السؤال ده موجودة في الأرض يعني. أنت عينت أما أغلائي تي فدرالاوي سرعات أب قروح تركم كلهم أب إيرترا ب جغرافياوي أقامات عاديو ويس بلغاوي ويكاب إثنيك مالتيو أبزك زي كم يزبهان. نحنا مجمرة بحصيرو كم زي حصير زبال كالي سبوغي أنا ون حصير انتخونا حيش مجمرة. نحنا أبتي مجمرة مسراتنا بريجن بتقد محجيت اليا مجمرة خمس أخر لو أبسلس ريجن مغي لنا مالت نتهزبي تبحان ساخنا برزخيل بتمسا سالي سلزخونا بخوم مغي لنا أبكالا يا خيبا قبائنا قن رئينايو تي قداي زيادة إرتراويان بحنسا زنوبرولو أب تي أوراجاتات شمنتا أوراجاتات أب زنوبرولو لكع كم زبالكم مو تي حقتات كمتنا إرترا كمتنا إثيوبيا أستخوها عايكونين زبي إرترا انترمين قلديو مالت تحوا وسيو بفلاي أب لولاند ناي ويست انت دا أخيتكم أبو بزح أربعة لو نبال حجي ونحمشته قدم زنا برقون أربعة قوان قوان الزارة بمالتي زي أم كمي يروم كم زنا برقون ولا تي منقستة زنا بري حد اللزوم زخوني أما حد أدرا ناي قزا أرسوم كم زنا بري حجي يتنا هنا خستاي تفدر عليا خمتا قديمة زبالكو بزح يو أشماتي زلو نهنا بقى ما متع فري موبايلتي زلو كوبراتيف فدراليزم زبهال كم ناي امريكا يو ناس اي مالت نسخة عليت كام زي تلع او حتك حسك زبهال يبلنا نفس وقف ابتي زغمت ابوتا مسلوح اللويو نايتا بوتا زيغا يو كمرز كمرز نايتا بوتا خستا يو بقوانقا اين فاليون بهاي مانوت اين فاليون أتا بوتا زي تمزقبا ويكا رجيستر زي تمزقبا أزغمت نسو لكع كم تيوم كالوت معري سلزين هنا فدراليزم is not ethnic انتاي دا بتي تمكرو قد محجزنا برنا زبي إريترا بعلو يوسن شو منتا أو راجاتات يلوان لو متشعتين انت بلون زبي إريترا يوسن نو إلاينا قن مسرتو نتي قمت أكما متعنا حزب إرترا زيغبري كوبراتيف حدنا تحدي زينة سق ناي ترادو ويكا ناي 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 يو اس اي كوبراتيف فدراليزم فري موبايلتي أبو زمسرتي ببروفينس كتب لو تخلو أبو زمس شمها أي قدسن سلزين هنا أكما متع بوتاويو إثنيكاوي أيكونن قوانقواوي الكايو سادنا قوانقواوي أيكونن سلازي بحث إيرو نسيو ملشا كخون تصفى قبر مايك فري. أوكي أستاذ إبراهيم، ياريت تترجم الإجابة وبعد ذاك ندي فرصة للأخ ساهو، ولو في أخوة عندهم أسئلة ياريت رفع يدنا من حسة. أحلى مايك لكم أستاذ إبراهيم. طيب هو بيقول الآن أنا أتمنى أن الصوت، لأنه الناس بيقولوا الصوت عايزين الصوت، وهذا أخشى ما عندي من صوت. باختصار يقول رؤيتنا قائمة على أساس إقليمي جغرافي
وليس إثني أو لغوي أو طائفي أو كذا. ويقول أنه وعلى هذا الأساس رؤيتنا كانت ترى أنه الفيدرالية تقوم على أساس إقليمي في ثلاثة أقاليم. في المؤتمر الثاني يقول رأينا أنه أن نغير دايا باعتبار الأقاليم التاريخية اللي أسس الاستعمار في إريتريا ولا الأقاليم الثمانية. غيرنا رأينا ورأينا أنه الأقاليم دي أخذت بقت جزء من التراث وثقافة الناس وبالتالي قلنا الفيدرالية تكون على الأقاليم الثمانية. ويقول جاء لأنه مثلا في السهول الغربية في إريتريا هناك 4 مجموعات لغوية ويمكن الآن 5 مجموعات لغوية، ولذلك بنرى أنه المسألة لو قامت على أساس جغرافي يكون أفضل. وأيضا بيتكلم عن فيدرالية تعاونية، فيدرالية تقوم على أساس التفاهم كما هو الحال شبيهة بفيدرالية الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم على أساس الإقليم الجغرافي والشخص المسجل في أي إقليم له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. لا يعني أنه والله هو من يتحدث لغة مختلفة عن لغة أغلبية أهل الإقليم أو عنده دين يختلف عن دين أغلبية أهل الإقليم فيرجع إلى موطن أغلبيته الدينية أو الإثنية أو كذا، لا هذا ما. وبالتالي نحن بعيدين عن التقسيم الفيدرالي على أي ست أخرى سوى الأساس الجغرافي. يقول أخيرا بيقول الشعب الذي يقرر على الأساس الإقليمي والله تكون 9 تكون 8 تكون 3، يعني على الأساس الجغرافي من حق الشعب الروسي أن يغير في العدد 1 2 3 5، لكن ده هو تصورنا. نحن نرى هذه التعاونية، هذه الفيدرالية التعاونية التفاهمية المؤسسة لا يعني مؤسسة على بعد إقليمي جغرافي. يقول والمايك فري. شكرا أستاذ إبراهيم. الأخ ساهو لو سامعني يا ريت تديني واحد واحد عشان أخلي لك المايك وسؤال مختصر، ونتمنى كمان إجابة مختصرة من الأستاذ كسبا للوقت. أحلى مايك ليك أستاذ ساهو. أول مرة طبعا أنا ما عندي سؤال، بس حبيت أستاذنا في السهناهر عايز أشكره كبرحة في السهناهر بزوح خباخة بزوحنا للمهر نحنا تمهرو نات كان خنخونا بحقي تمنثنايو أنا نجزار إسي بزوح هذا خفت يوم أوشت أوروبا ترخيب كاخ أبو زوح بزعبانايتي فيدراليسموس إن نبرو اللو عدي تاتوكا أبو زوح فيدرالية يهالو مبرو تنهز بإرتا هذا حشي نخوخون إلكا نايب حقي الماجوريتين أبناي ماينوريتي إلكا زحسر نقرا يكونين إلكا كل بزيت في بنا تمهرتي كاب صحف كابو زوح يزمهراني سلزي كاب صحف كابو زوح سلن مهارولو بو مخنيات خامالتيس أحزاب طبيب التحساسة ونارحي كازي محساب أستفل علي أبال تقاتو كابو زوح تمخرو والانتهى اليونا قاشاخو انكا افتفل علي بوتاتا تتيناتكا الرأيان يعني سفح زخونا خا أخته بكل خا قالي أم خا عرز طعموم بزحات كهلو يخولي زيجين بحرياوي استعدلنا سيلا زخونا أهزاب إريترا خا عجو كرافيكا لنخفلتو نيب حق إلا بوم بزحات سلزي هاني أبزي أخا حسي ربي لخو بلوك تبلوك كازدلي أبتين سلسة زبل كاين مالتيس جغرافيكالي زبل كاين لكي عبو تقول تن حموش شديشت يبلو لان زبل كاين خاعة أبو خاعة قد مثل دي أشحات عامل خاعة إذا هذا بزي إريترا خاية بهالين كله أبي نبير نيرو بخمي نبير نيرو تتسل تنفلت تتفلتو كم أخاعة تتمهز نايب حق خاعة هزب إريترا خاعة أبزي حجي ودقنا يزلنا عزقتي خاعة إما ودقنا إذن دا أقول لكم مسكنة كايز فوتو مخنياتو أنا مبزح بقزية حتى تلزو يخنكوس رئيتو خانته بكا خا عقالي وخا عمالي تيس صلا على كايب بلنا خا عتحق إني مزراب
لومي تزخفي سرعات اب اريتريا تمسري تزولو لك ازي بحريات زخا حزب اريتريا زي صبو يزنبر سله زخونه اريتريا هاي اي تاي كونتين ماجوريتي راح نختجزا زبهلا بسراره ابا افريكا فشيلي حق ها هاي زبلكا شح جزخا حق قبلك يدلي قصلو تتبلو زلها بزين دابولكو خان خمس جنكا راح يزل عليكو لا يبحكي خا صبو مشت امسيهم خطخنو اسفا قبر اذن دابل خوها على رباب زعي حصر الذي خعان تحونا خا خستر قم زعني خا خاي مسجون كو خا حلي فايد لينا ابراهيم حامد يغني لنا سن الكاز سمع خانا كم اخ اخ تسليو سجع خا عم وداتو خا خن عود كم خانا خا عبد بحريات زخا ناي جدني خون ايرترا خا لك قرصنا تخا شيليا تمثل احزابنا تخا عن خفال طخا خب حجين نيو سوق الكمالتيس أمحارو خويدو ممو تنستينا أمحارو زمسل قبل علي هزبي شي شي نمبال جيزيو أخيليو اندابو الكوزر باز جاي عاصو يغني اللي سيني الكاسم عاني قصلو تناتكا إذ اندابو الكوزر باز جاي عاصو أشكركم يا أخواننا أنا حبيت بس أسلم على الشخص هذا لأنه هذا أستاذنا ونستفيد منه أكثر شيء وما أقول هذا كلامي بتقتصر أنا ما عندي سؤال ولا أسأل كذلك وأعرف هذا في القرف هذا ناس كثيرين جدا بعد المرات صراحة للأسف الشديد عليكم أن تعرفوا صراحة قضيتكم أكثر ما أنتم بتعرفوها صراحة تمشوا منها كثير وأنا أقول أكرر مرة ثانية لأنه نحن كلنا زي تقرفنا دينيش كنان مغنياتو دينيش الرفيق إليو بن ودسك الرفيق كالين يغني اللي سئني لكم سمعهم أدمين لو تديني فرصة عشان أوكي شكرا ساهو 565 كتاتركاي أب تغربو زنت مغوتي أب كالي هومس حدي هناسي زخوني كمزناتكا نابسحو كخيادو تصفى قبر لومي شفافي بالكازي حلف قريكت اي فتحني ناي مجامع لا يلن حقا هون الزارب اللون حقي خاط الزارب ساهو يغني اللي مايك فري